صباح النصر عن استحقاق النهارده بنيجي ونقولها. قلنا ده يوم الاربعاء، قلنا يا رب، انا وكريم لحضراتكم فاكرين، قلنا يا رب نيجي يوم الاحد ونقول صباح النصر ونعود كده مره ثانيه للاهلي اللي احنا نعرفه روحا واداء وكل حاجه وفرحه وتاريخ وبطولات. الحمد لله رب العالمين، احنا شفنا مباراه حلوه جدا، شفنا لعب حلو جدا، شفنا انسجام رائع، شفنا كل حاجه كنا متمنين ان احنا نشوفها على ارضيه الملعب. الحمد لله رب العالمين، فوز الاهلي والسوبر زي ما احنا قلنا في الجزيره، واللي جاي لسه احلى. بس لازم يعني نيجي النهارده نقول صباح النصر، ده الحلم اللي احنا او الامنيه اللي كانت عندنا بقالها اسبوع ويمكن موسم كمان كامل. صباح الخير يا كريم، صباح الفل، ومبروك علينا بجد. ولازم نفرح ومش هنعدي الموضوع بقى كده وخلاص، لا هنفرح النهارده مع بعض ومع حضراتكم. لازم خايف نبتدي نفرح يقول لك اقلب الصفحه كما هي عاده النادي الاهلي. طب سيبونا نفرح، تعالى بصي ثلث ساعه، اول ثلث ساعه نفرح. اصل فعلا اللي حصل، اولا صباح الخيرات على كل حضراتكم واهلا بيكم جميعا، وبدايه حلقتنا النهارده حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. بطبيعه الحال عندنا كلام حلو كتير نتكلم مع حضراتكم فيه على مدار حلقتنا النهارده، سواء فيما يتعلق باللقاء ذات نفسه، الفنيات، الروح اللي شفناها عادت بمنتهى القوه، الاداء المحترم، شويه لقطات زي الفل نقدر نقف عند كل لقطه منهم ونطول في الكلام عنها، في سواء في اللقاء نفسه او يعني مظاهر الاحتفال الكتيره اللي كانت طبعا بحضور جماهيري حاجه ولا اعظم من كده. وبالمناسبه الجماهير، جماهير النادي الاهلي لازم نقف عندهم برضو هم كمان في حلقتنا النهارده، لان كالعاده هم دايما ورا النادي الاهلي، وكانوا كالعاده برضو دايما هم الظهر والسند وقد المسؤوليه، وكلهم على قلب رجل واحد، نتج عن ده الفرحه العارمه اللي كلنا فرحناها الحقيقه. كل الاهلاويه قضوا ويك اند ولا اسعد. بصراحه صحيح. لا بصراحه يا كريم، انت كده زي ما بتقال ايه، الروح كده من ناحيه الرياضه شويه، من ناحيه حبك للاهلي ومن ناحيه القلق اللي كان عندنا الفتره، للاسف هقول تاني موسم وشويه، راحت انزاحت وراحت مطرح ما راحت ومش عايزينها ترجع تاني. لا امبارح كمان واول امبارح كان في سعاده كبيره جدا، يوم الجمعه تحديدا احنا كنا بنتفرج، عارف في مرات كده بتتفرج، بصراحه الحق يقال تتفرج على ماتش الاهلي بيبقى تبقى مقلق، تبقى حاسس بتوتر، تقول يا رب الوقت يجري بقى عشان ايه النتيجه ما تبص عن كده. لا انت كنت بتستمتع بالمباراه، شايف الاهلي الحمد لله فعلا بيلعب باداء رائع جدا من اول الدقائق الاولى، والاهلي مسيطر بشكل كبير جدا. هنتكلم في كل الفنيات طبعا، لكن انت شفت فريقك، شفت لعيبتك، انت كان فريقك غايب وكانت لعيبتك غايبه، الحق يقال برضو محدش يزعل مننا، بس احنا ما كناش شويه حاسين بوجود الفريق بتاعنا. هو فين اللعيبه؟ قلنا الكلام ده قبل كده، وفين فين علي معلول، فين محمد شريف، فين قفشه، هو فين الشناوي، حتى كنا بنقول ايه اللي حصل، بس ده كان ليه اسباب وخلصنا منها وعدت. احنا دلوقتي بنتكلم في الجديد، بتبني على نظافه الحمد لله، وتاني هقول على نظافه ليه، لان انت كان عندك مشاكل حلتها او بتحلها او بتتخلص منها، فده اسمه على نظافه. الحمد لله رب العالمين، الخطوه كانت رائعه جدا وبدايه موفقه. احنا كده بدايتنا افريقيا رائعه طبعا، كريم طبعا، وبدايتنا محليا، ده اللي احنا كنا طالبينه وقد كان. بالنسبه للجماهير وبالنسبه لمستر كولر، احنا عندنا كلام كتير جدا يتقال طبعا. لان تاني احنا كنا دايما بنقول مش عايزين نتسرع ونحكم على مستر كولر، يعني من اي ماتش فات لسه بدري، قلنا يمكن الزمالك والاهلي وماتش السوبر هو اللي هيبقى بدايه تبدا تفهم فكر هذا الرجل. لحد دلوقتي نقدر نقول كل الاحترام لمستر كولر، حقيقي كل الاحترام لهذا المدرب اللي عنده بالمناسبه مش برود، هو عنده ثبات انفعالي. الراجل ده مهما كان بيحصل في الملعب شايف واقف، فكر فاهم يعني حاجه مظبوطه، الفكر بقى السويسري، اللعب اللي هو باحترام، الراجل فاهم ايه اللي بيحصل. انا عجبني بصراحه اداؤه جدا، عجبني اللي قدمه لنا على ارضيه الملعب بشكل كبير جدا، فمتفائلين للي جاي. صحيح. بس على كل حال طبعا عندنا تفاصيل كتير، يعني هينورنا كابتن ضياء السيد، عفوا ضياء عبد الصمد نجم الاهلي السابق، هو اوريدي موجود من دلوقتي وصبحنا عليه، ولاعب جميل وعلى المستوى الشخصي كمان بجد شخصيه محترمه جدا. صحيح. هنتكلم في كل التفاصيل معاه، لان في لا في نقاط حابين ان احنا نروح لها، فكره هنا برضو التبديلات المختلفة، الأجواء اللي كانت هناك، هنتكلم عن الصحف الإماراتية كمان مع حضراتكم على مدار الحلقة طبعا، إيه اللي اتقال، إيه اللي اتكتب، لا حاجة كان أو مشهد يا كريم في الأول في الآخر كان حلو جدا. رائع رائع رائع، حاجة عظيمة، وطبعا كل التحية وكل الشكر وكل التقدير لدولة الإمارات العربية الشقيقة على حسن الاستضافة وحسن التنظيم وحسن الاستقبال الحار اللي فيه حميمية تليق تماما بالعلاقات التاريخية اللي طول عمرها موجودة بين مصر والإمارات، والحفاوة دي استقبلت بيها الفرقتين بجماهير الفرقتين، وطبعا دي حاجة مش جديدة. ده بالنسبة للفقرة الحوارية الأولى. تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة هتنورنا من خلالها دكتورة دينا أبو السعود، ونتكلم معاها في موضوع أكيد يهم كتير جدا من حضراتكم. ولكن قبل بقى ما نبتدي نتكلم عن الماتش أو غير الماتش، لازم في البداية نقول لكابتن محمود الخطيب
كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة، ودمت أسطورة ودمت أيقونة للأخلاق حتى قبل الاحتراف، دمت أيقونة لكل محبي وعشاق النادي الأهلي وكل محبي وعشاق الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية بشكل عام، عقبال مليون سنة. كل سنة وحضرتك طيب كابتن بيبو. النهاردة احنا كلنا بجد يعني عارف اللي هي المناسبة جاية برضو، وانت عامل شغل على الأرض حلو، الأهلوية كلهم فرحانين طبعا. وكمل تهاني اللي جات أصلا كابتن بيبو، أولا بنقول لك كل سنة وانت بخير، وكل سنة وانت راقي، وكل سنة وانت ناجح، وكل سنة وانت يعني زي ما بتقال كده مثل أعلى بجد. دي مش مجاملة، دي حقيقة. هذا الرجل شخصية محترمة جدا وقدوة لناس كتيرة جدا ومعشوق من الأهلوية، ومش محتاجين إن احنا نطلع في قناة الأهلي نتكلم عن كابتن محمود الخطيب، ده فرشور. ده شق. الشق التاني برضو عايزة أنا وكريم نقول لحضرتك ربنا يشفيك بإذن الله وتعود مرة تانية أفضل من الأول. مش احنا بس اللي بندعي لحضرتك، كل الأهلوية بتدعي لك، وبالمناسبة مش الأهلوية كمان طبعا. بس هم اللي بيدعوا طبعا. شخصية المحترمة الناس كلها بتعشقها. صحيح. على كل حال خلينا نروح نشوف فيديو صغير بنهني فيه كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل. طيب تعالوا بقى نروح ونتكلم شوية عن ماتش السوبر، وهنروح مع حضراتكم أنا وكريم لزاوية مختلفة شوية، لأن احنا مش هنتكلم بس عن المكاسب الفنية، احنا عايزين نروح شوية للمكاسب المعنوية. فكرة هنا الفوز بالسوبر للمرة الـ 12 أكتر من إن احنا هنا بجد بنستعرض العديد من الأخبار وحضراتكم. لا، أول حاجة كمان المكسب اللي عايزين نركز عليه وبلغة الأرقام على الزمالك تحديدا. احنا طبعا ليه بنقول الزمالك؟ هو أقرب منافس على مدار التاريخ، وده المهم جدا عشان نبدأ بداية موسم جديد تتويج ببطولة. وده اعتقد بقى الشق النفسي بيدي دفعة كبيرة جدا ومعنوية لكل اللاعبين على الاستمرارية في تحقيق المكاسب وفي كل المباريات. دي حاجة. تاني حاجة بتتكلم عن أول بطولة للصفقات الجديدة واللي افتتحها سافيو، وبهدف برازيلي زي ما تقال عليه ولا أروع. وبمناسبة سافيو بس أنا عايز أقول حاجة، علشان يعني تاني هرجع أقول الأيكونز المفروض أو القامة اللي المفروض طبعا بنكن ليها احترام، المفروض اللي كانت بتطلع تتكلم عن الصفقات اللي الاهلي عملها او برونو سافيو تحديدا، تقول لك ده مش عارف ايه وما اعتقدش، ويقول لك بيقلل يعني من الساق، ويقول لك ده مش هيجي يلعب يعمل اي فرق مع النادي الاهلي وغيره. سمعنا كلام زي ده واحنا ما بنردش، يعني حال قناه الاهلي ما بتردش قوي وما بتستوقفهاش الحاجات دي قوي. الرد بيبقى على الارض، الرد بيبقى على الملعب. ده حال الكبير. الكبير دايما مش بياخدها واحد قصاد واحد ونقعد نتكلم ونرد على بعض، لا، احنا بنرد على الارض. وقد كان برونو سافيو طالما اسمه انضم مع النادي الاهلي واتكتب ضمن قائمه النادي الاهلي يبقى اكيد هذا اللاعب لاعب يليق. وهو يمكن اكبر رد كان اول جول افتتحه، وعلى فكره الجول كان رائع جدا. يعني احنا هنتكلم بقى هنا عن الصفقات. احنا تاني قلنا كتير من الصفقات بتكون مش بالعدد، لا، بتكون يعني بالكيف او بتكون بال زي ما بيتقال كده ايه الكواليتي بتاعتها. فعودة كمان محمود متولي يا كريم وأكرم توفيق طبعا. لو أنا هتكلم بقى عن اللعيبة بتاعتنا اللي عادت من الإصابة، أعتقد إن هي أهم صفقات الموسم ده كمان. وبالأرقام تاني، الأهلي لعب 5 مباريات تحديدا محلية وإفريقية، لا معلش بقى ما دخلش فيه ولا هدف، يعني بداية ولا أروع، هنرجع نقولها تاني. عندك
اقوى خط دفاع حتى الان. الكلام ده بيترجم ان انت عندك اقوى خط دفاع حتى الان. كل دي مؤشرات اعتقد في الاول في الاخر عظيمه للي جاي باذن الله. انا سعيده وانا يمكن حالي حال كل الاهلاويه اللي موجودين واللي بيشجعوا واللي شايفين واللي قارين المشهد يا كريم سوفر. طبعا طبعا كل الاهلاويه في كل مكان الحقيقه مستبشرين كل الخير، بالذات بعد لقاء الاهلي والزمالك في لقاء السوبر. يعني الحقيقه الاربع ماتشات اللي قبلهم اللي هم اثنين محليين واثنين افريقيين كانوا الى حد كبير طبعا مطمئنين الى حد كبير، لكن زي ما كانت نهاوند بتحكي مع حضراتكم من شويه ان كان في شويه ناس قالوا ما معناه لا ما نحكمش من دلوقتي على المدير الفني الجديد. الاربع ماتشات اللي فاتوا وكانهم مش محسوبين، لكن نبتدي حساباتنا بقى من خلال لقاء السوبر، واعتقد الحسابات كلها بتؤكد ان احنا بصدد مدير فني محترف ومحترف. وبالمناسبه كنا اتكلمنا مع حضراتكم في اخر حلقه يوم الاربعاء اللي فات لو حضراتكم فاكرين، وقلنا ما معناه ان المكسب هيكون الى حد كبير للاكثر ثبات انفعالي، وقد كان. وقلنا ان هيكون في مباراه جانبيه ما بين الاثنين مدراء فنيين، وقد كان، وده اللي حصل فعلا. ولو يعني حللنا كده الماتش ده بالرؤيه وبالاحصائيات وبالتشكيل وبالاداء، لا نقدر نقول ان كولر فعلا قدر الى حد كبير انه يتفوق على منافسه فيريرا، ويعني قفل قدامه كل المساحات ولعب على جمل تكتيكيه هجوميا ودفاعيا بشكل اكثر من رائع، وده كان مخلينا نوصل كتير لمرمى الفريق المنافس. كمان الناحيه البدنيه كانت ملفته جدا للانظار، واضح يا حضرات ان المستوى البدني للنادي الاهلي عالي جدا، لان الخطه اللي لعب بيها كولر اعتمدت الى حد كبير على القوه البدنيه للعيبه، فكره ان هم يلعبوا على كل كوره في رجل لعيبة الزمالك يقطعوا ويقفلوا ويموتوا أي فرصة أو أي شبهة حتى جملة تكتيكية بيحاول يعملها الفريق المنافس، ده لوحده مجهود كبير جدا، لكن الحقيقة لعبتنا نجحوا في تنفيذ هذا الأمر بامتياز شديد، ونتج عنه سيطرة إلى حد كبير كانت متحققة لصالح فريق النادي الأهلي. بص أنت كان عندك تفوت تكتيكي بشكل كبير، يعني ده اللي احنا نقدر نخرج منه. حتى بصراحة الحق يقال في ناس كتيرة من الزمالك كانت بتتكلم تقول لنا أنتوا لعبتوا أفضل، أنتوا كان لكم الأحقية. دي بقى الناس اللي هي عندها روح رياضية وناس طبعًا جميلة، ناس في الأول في الآخر ما عندهاش أي مشاكل داخلية، ما فيش يعني بيتكلموا بما يرضي اللي على فكرة. وإحنا حالنا كده، إحنا لما بنلعب حتى المدير الفني بتاعنا يعني إحنا واخدين على كده، لما بتلعب مباراة مش حلو المدير الفني بتاعك بيطلع يقول إحنا لم نكن الأفضل. ده اللي إحنا نعرفه، شفناه من أيام مانويل وقبل مانويل ومن بعده ومع موسيماني ومع فايلر، احنا كده وكولر وغيره. بس الحمد لله كولر لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس. لكن لما يبقى عندك مشكله بتطلع تقول. يمكن فيريرا شويه، انا شفت التصريحات بتاعته بعد المباراه، هو لم يتحدث ان كان في مشكله مع نادي الزمالك، هو ما قالش ان كان في مشكله عندهم، هو قال لك احنا المباراه بالظبط كده، قالها ان المباراه بتخلينا او اكدت لنا ان احنا نقدر ننافس في البطولات المختلفه. يعني تصريح ما اعرفش كان ايه، انا ما فهمتوش قوي. في حاجه تانية قالها، الله بصي بس انا قريتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لا انا جايبه من مش مالي ايدي قوي من اللي حقوله. انا جايبه من موقع يعني. اللي انا هقوله لك ده كان من خلال السوشيال ميديا، وتاني ارجع اقول لك مش بالضروره يكون الكلام ده حصل، بس ان كان حصل ان هو صرح وقال ان انا بيتكلم عن نفسه ان هو الهدف الثاني بالنسبه لي مش محسوب، لان احنا كنا بنهاجم وبندافع باثنين فقط. ففي البعض من رواد وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك نزلوا صوره وقال لك اهو دول الاثنين اللي كان بيدافع بيهم، وفي سبع لعيبه من الزمالك موجودين في مواضع مختلفه. فالله اعلم. على كل الاحوال احنا خلينا في الجزء اللي يخصنا، احنا عملنا اللي علينا وزياده، وتاني نرجع ونقول كل مستبشر خير. انا بتفق معاك، ولكن يعني على كل حال هو ممكن يكون فعلا التصريحات، بس احنا برضو لا نلتفت لتصريحات. انا بس بقول لحضراتكم لان لما نيجي نتكلم او شويه حتى احنا قارنا انا وكريم قبل كده بين المدير الفني هنا وهنا، وده مش بس عشان فيريرا او الزمالك، احنا اي ماتش بنلعبه او اي مباراه او اي بطوله بنقارن ما بين المديرين الفنيين عشان نشوف كل واحد فكره ازاي، المتوقع منه وغيره. ده تصريحات عن اليوم السابع تحديدا عشان برضو الكلام يبقى تمام. قال مواجهه الاهلي فهمتنا ان عندنا المقدره ننافس بقوه على البطولات، وده هدفنا القادم. والشوط الثاني كان افضل لنا، والهدف الثاني كانت المباراه به انتهت خلاص. يعني على كل حال تاني احنا بنركز في نفسنا، وفكره هنا لو هرجع تاني لغه الارقام وانا بحبها بصراحه، الفوز بالسوبر ده خلى حصيله الاهلي بقى 12 هنا لقب في كام مواجهه، في 8 مواجهات كانت بين الاهلي والزمالك في السوبر. طيب احنا حققنا كام؟ حققنا اللقب ده 6 مرات، الزمالك حققه مرتين. وبرده لو انا هقول لحضراتكم هنكمل بلغه الارقام، الفوز الاخير على الزمالك ده بقى رقم كام يا كريم؟
رقميه على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين. الحاجات دي بتتحسد يعني. انا بقول لك ارقام والله، يعني نجيب ارقام عادي في كل البطولات. بواقع كام؟ 47 فوز في بطوله الدوري العام مقابل 16 فوز في بطوله كاس مصر، تمام؟ فوز وحيد كان في بطوله كاس السلطان حسين، و26 فوز في بطوله دوري القاهره، 6 مرات فوز في بطوله دوري ابطال افريقيا، 4 مرات فوز في بطوله كاس السوبر المصري. يعني احصائيا الاهلي فاز مرتين سوبر بركلات كمان الترجيح لو حضراتكم فاكرين في ارقام كره القدم. يعني المباراه بتسجل بالتعادل باختصار، وتاريخ مباريات الاهلي والزمالك لعب الفريقين 231 مباراه، فاز الاهلي في 100 وتعادل الفريقين في 78 وخسر الاهلي في 53، واحرز خلالهم بقى شوف الاجوال بقى 300 الاهلي، 346 هدف مقابل 242 هدف للزمالك. ده الارشيف او الاركايف زي ما بيتقال، وده التاريخ ودي المواجهات ودي الاجوال برضو بنرجع ليها اوقات لما بنبقى محتاجين يعني. بس عموما احنا على مدار حلقتنا النهارده وبصفه خاصه في فقرتنا الحواريه الاولى اكيد هنقف عند كتير من التفاصيل المتعلقه بفنيات هذا اللقاء اللي كان ما بين الاهلي والزمالك، ولكن خلونا دلوقتي نقف عند شويه لقطات كده الحقيقه اسعدت كل الناس في كل مكان، تحديدا اللقطات اللي كان بيظهر من خلالها مؤمن زكريا اللي اكيد كلنا بنتمنى له الشفاء العاجل. بنشكر بطبيعه الحال شركه برزنتيشن على انهائها لاجراءات سفر مؤمن زكريا عشان يقدر يحضر السوبر، وتحديدا على ارضيه هذا الملعب ملعب هزاع بن زايد اللي جاب فيه للاهلي السوبر قبل كده بهدفين. الحقيقه فرحه مؤمن زكريا كانت فرحة لينا كلنا، كلنا فرحنا لفرحته وربنا يسعد قلبه يا رب ويمن عليه بالشفاء العاجل بإذن الرحمن. طبعا جماهير النادي الأهلي اللي كانت حاضرة حدث ولا حرج، يعني حقيقي طوال 90 دقيقة بيشجعوا بروح وهتافات تحرك الحجر مش مجرد اللعيبة. جمهور عظيم كالعادة، وفي كالعادة، ورا فريقه كالعادة في كل مكان، ويا رب إن شاء الله نرجع ونشوف مدرجاتنا هنا في مصر قريب بهذه الأعداد الكبيرة والتشجيع المثالي من كل جماهير الفرق المختلفة. كمان لازم نشكر بلدنا الثاني دولة الإمارات العربية الشقيقة اللي نظمت المباراة على أعلى مستوى، واللي يعني احتفت واحتفلت ببعثتي الأهلي والزمالك كما يليق وكما ينبغي وكما يتماشى مع حسن ضيافة شعب الإمارات المضياف الجميل. والحقيقة دي مش بس بإشادة يعني المنتمين للفرقتين، ده كل اللي سافروا وحضروا أكدوا على المحبة والتقدير والترحاب والحفاوة الكبيرة اللي دولة الإمارات الشقيقة الحقيقة كانت موفراها لكل المصريين اللي سافروا لحضور هذا اللقاء، كل الشكر ليهم. هي بص الامارات يعني هي دوله جميله طبعًا، بلد طبعًا جميله بصراحه، وفي نفس الوقت العلاقات المصريه الاماراتيه مش هنتكلم عنها يعني هي تتحدث عن نفسها زي ما بيتقال. ده الشق، الشق الثاني الخاص بمؤمن زكريا فعلا كانت حاجه محترمه من البدايه، واحنا عرضنا التويته هنا اول ما اتحطت يعني صح. اول ما أيوه. مؤمن زكريا كان عمل التويته بتاعته وبعد كده ردت شركه برزنتيشن، عرضنا يمكن من اول البرامج اللي عرضنا ده لما هو كان بيطالب ان هو يروح، ردت شركه برزنتيشن بما معناه اللي هو حضر نفسك اعتبر نفسك خلاص في الامارات. فدي كانت لقطه حلوه. هناك بقى اللقطه الاحلى لما انت رحت وشفت الحفاوه الموجوده، وبصراحه والحق يقال من جماهير الزمالك والاهلي طبعا، ناس طبعًا محترمه، اداء وروح رياضيه محترمه، ومن الفريق معاه. هنا ومن الفريق هنا بجد هو ده المشهد اللي احنا كنا حابينه. وعلى فكره المشاهد الحلوه دي في الاول في الاخر مكسب للكره المصريه اكيد، واتكلمت عنها وهنعرض لحضراتكم دلوقتي الكتب كمان عن حاجات كتيره منها هذه اللقطه في الصحف الاماراتيه، انا مش هتكلم محليا. فاحنا بندي مسج حلوه، ده كان الغرض من الاول قبل طبعًا المباراه، قلنا يا ريت على مستوى الجماهير او مستوى الجماهير نكون يعني بنقدم شيء يليق بمصر. تاني حاجه برضو لما تيجي تتكلم ان اللعيبه اللي هم مفروض قدوه وحاجات زي كده صغيره بتتم بس بتفرق وليها مسج كبيره جدا صحيح. اعتقد برضو ده مكسب كبير، يعني المكسب مش بس المباراه او النتيجه او حتى البطوله، المكسب في حاجات تانية كتيره جدا. فلا بجد زي ما بتقال كده ماي ريسبكت او يعني احترامي لكل اللي حصل، احترامي كمان للناس اللي قدمت مشهد جميل كنا نتمنى فعلا ان احنا نشوفه صحيح. طيب تعالى بقى انا وانت يا كريم نروح دلوقتي نتكلم يعني عن الفريق، او طبعا خلينا نقولها كده كل فريق كان متالق في الماتش، لكن ما تنساش برضو يعني الفريق كله حابينه، بس انا في اتنين كده بالنسبه لي افضل اتنين. انا بصراحه شفت برونو سافيو اللمسات بتاعته كانت ما تتنسيش، تاني هرجع اقول صفقه محترمه جدا من دي 1، واحنا بنقول يا جماعه احنا هنحكم على اللعيبه او على الصفقات في الملعب، لان تاني النادي الاهلي ما بيعملش صفقات بالعدد، احنا بنعمل في المراكز اللي احنا عايزينها. ففعلا لمسات سافيو في المباراه كانت اكثر من رائعه،
ومجهود الشناوي الثاني. انا هتكلم ان هو بجد قدم مباراه اكثر من رائعه، زي ما بيتقال عليه كده سد الاهلي المنيع يعني بجد. وسافيو اطلق عليها بالمناسبه الساحر يعني، فلا اعتقد هما الاثنين ساهموا في التتويج بلقب السوبر المصري طبعا. وبالذات الشناوي كمان بعد التالق وخروجه بشباك نظيفه، انت بتشوف تاني اللعيبه بتاعتك بالحاله بتاعتها الطبيعيه. هو ده الشناوي اللي احنا نعرفه يا كريم طبعا. هو طبعا. ده محمد الشناوي، فما فيش مشكله. تاني هنرجع نقول نادي الاهلي على فكره ما كانش اصلا وقع او اتكسر او لا، هو النادي الاهلي تعثر موسم ونص قول التين وخلاص الموضوع عدى، وده بيحصل في العالم كله. فاللي احنا شفناه ده شيء اعتقد محترم نبني بقى عليه طبعا. عايزين بقى ايه نبني عليه ما نفرح. طبعا هنفرح انا وانت زي ما احنا قلنا، بس مش عايزين نفرح وخلاص، عايزين نفرح ونتمنى المزيد ونطلب المزيد باذن الله. لسه عندنا ماتشات كثيره جدا، لسه مشوار طويل طبعا يعني. بالمناسبه صفحه النادي الاهلي الرسميه عبر تويتر وجهت رساله الى ثنائي الفريق، وكتبت على صوره برونو سافيو الساحر وعلى صوره محمد الشناوي سد النادي الاهلي المنيع. طبعا سافيو احرز هدف تقدم النادي الاهلي في شباك الزمالك، وساهم في التتويج بهذا اللقب، فيما ساهم الشناوي في التتويج بلقب السوبر المصري بعد التالق وبعد الخروج بشباك نظيفه، وده المعتاد من طبعا الشناوي. تعالوا بقى نروح لرساله الكابتن محمود الخطيب بعد الفوز، واللي ابتداها بالتوجه بالشكر الى ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا بيؤكد ان هو صاحب الفضل الاول في الفوز ببطوله السوبر، ثم جماهير الاهلي الوفيه التي تستحق ان يضحي الجميع من اجلها، وهي جماهير تمثل السند والدعم لناديها في كل المواقف وفي كل زمان ومكان. وقال نصا: لاعبي الاهلي وجهازهم الفني يستحقون التحيه والتقدير على الروح العاليه والاداء الرجولي طوال زمن المباراه، واستطاعوا ان يسعدوا جماهيرهم ببطوله غاليه مع انطلاقه الموسم الجديد. كمان وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر طبعا لدوله الامارات الشقيقه لحسن استضافتها لبطوله السوبر، وما لاقته بعثه النادي الاهلي من كرم الضيافه وحفاوه وحسن الاستقبال منذ لحظه وصولها. واضاف ان هذا ليس بجديد على الشعب الاماراتي الشقيق اللي بيرتبط باشقائه المصريين بعلاقات تاريخيه وطبعا وطيده وموثقه بالمحبه والتآخي على مر العصور. وربنا يديم المحبه دي من عندنا، ربنا يديم المحبه دي. طيب بصوا بقى، احنا كنا بنتكلم عن الصحف الاماراتيه عشان بس نقفل هذا الملف ونبقى عرضنا كل الزوايا بتاعته. تعالوا نروح دلوقتي نشوف يعني سريعا كده فكره الصحف الاماراتيه المختلفه والمانشيتات سريعا قالت ايه، ونستعرضها انا وكريم مع حضراتكم. نبدا بالرياضي على سبيل المثال. الرياضي طبعا الاماراتي كان بيتحدث كده: نهيان بن زايد توج المارد الأحمر بفوزه على الزمالك 2-0، الأهلي سوبر مصر الثاني عشر. الرياضي عندك برضو بيتحدثوا أن نهيان بن زايد بيتوج البطل في استاد هزاع الأهلي المصري سوبر، وكمان ده مستهل الخبر لو حضراتكم تقروا، بس طبعا مش هنقعد نقرأ مستهل الخبر، بس كلام جميل جدا كتب من الرياضة كمان يا كريم، ويتكلم الأهلي بطلا للسوبر المصري في الإمارات، تفوق على الزمالك بهدفي سافيو وكريم فؤاد، وبرضو من مستهل الخبر كلام كتير جميل كان مكتوب. الحقيقة يعني مش بس كان في حسن استقبال في الملعب، كمان كان في حسن استقبال بعد الفوز. مش حسن استقبال، كان في حسن احتفال، كان في احتفال كبير جدا جدا الحقيقه، وحفاوه بالغه بانت في كل التفاصيل بلعيبه النادي الاهلي وبالانجاز الكبير اللي اتحقق. فتاني نرجع ونقول شكرا لدوله الامارات الشقيقه. بالظبط. وعندك هنا كمان لسه احنا جايبين عندك مثلا من جريده البيان دي ولا ايه؟ تهيألي الاهلي سوبر بيتكلم كده، الاهلي سوبر مصر كان بحضور يعني راشد بن حميد وسلطان محمد بن حمدان، نهيان بن زايد بيتوج البطل. وبرده لو حضراتكم تشوفوا الخبر او مستهل الخبر من جوه هتلاقوا كلام كتير. اخيرا خلينا نروح للاتحاد الرياضي، احنا حاولنا بس كده نروح نطل طلة ايه اللي مكتوب في المانشيتات. يعني الاهلي سوبر ال 12 وكلام برده محترم، واتكلموا عن الاداء واتكلموا عن المستوى، واتكلموا على فكره برده الصحف الاماراتيه على نقطه مهمه جدا، اتكلموا عن الجماهير. يعني تاني هنرجع نقول فعلا رساله ولا اروع ومحترمه جدا من جماهير الاهلي ومن جماهير الزمالك. صحيح. بجد انتوا قدمتوا صوره حلوه قوي، ده اللي احنا لازم نثني عليه. فلا انا اعتقد كانت رحله موفقه الحمد لله. جدا. وعلى كل حال يعني اسعدتنا، واتمنى تاني هنرجع نقول نبني بقى على كده، لكن في طبعا برضو تفاصيل كتيره جدا محتاجين نناقشها مع كابتن ضياء في الفقره الحواريه. اللي عاجبني في الموضوع يا كريم مش فكره بس الناس فرحانه، لا فكره هنا يعني
استعادة الثقة مرة تانية. صحيح. وإعطاء الثقة لكولر أصلا كمدير فني للأهلي منضم لسه حديثا، لسه انتش فاهم، لسه الناس مترقبة، الناس منهم قلقانة، ناس عندها ثقة في الاختيار وبتقول لك أنا ما براجعش ورا مجلس الإدارة في كل حاجة، وكله على فكرة مشروع ومقبول، يعني ما فيش حتى الناس اللي عندها شوية قلق أو تخوف، أنا ما أقولش إن طبيعي ده طبيعي، لأن أنت بتحب هذا الكيان واللي بيحب كيان أو بيحب حد بيخاف عليه، فده طبيعي، لكن في نفس الوقت أنت الرسائل اللي سمعتها دلوقتي بتعطي ثقة كبيرة جدا موجودة أو بتترجم ثقة كتيرة جدا موجودة أصبحت موجودة من قبل الجماهير للجهاز الفني وللعيبة وغيره، فده كان غايب عننا، لكن عاد تاني هنرجع نقول إحنا ما فقدناهوش، هو كان غايب ورجع مرة تانية، وده طبيعي، أمر طبيعي جدا، فأنت بتقف مرة تانية على رجليك، ده حل الكبير دايما بيبقى كده، ممكن أتعثر، ممكن أتعب فترة، بس أنا برجع وبرجع، لما أرجع برجع أحسن من الأول طبعا. وبرجع بقى ببطولات لسنين طويلة قوي، إحنا قلنا الكلام ده قبل كده ما خسرناش الحمد لله 2 موسم ورا بعض بقى لنا 20 سنة، فإحنا قدامنا ممكن 30 سنة كمان يعني ما حدش يقلق يعني بس إحنا بنقول إن شاء الله يعني. بس نرجع ونقول برضو الحقيقة يعني برضو التايمينج أو التوقيت اللي كان جاي من خلاله المدير الفني الجديد مستر كولر، طبيعي ان في ناس تبقى قلقانه، لان هو مش جاي في وقت عادي، هو جاي في وقت كنا بنمر من خلاله بكبوه وفقدنا على اثره لقب واثنين للدوري النسختين اللي فاتوا، فاكيد الناس على الاقل فيما يتعلق بالجماهير، الجماهير كانت مفرهده ما عندهاش اي استعداد لاي مفاجات مش ساره، بس الحمد لله المفاجات اللي حصلت حتى هذه اللحظه كلها مش بس ساره، كلها ساره ومطمئنه وتورينا الى اي درجه الفريق بتاعنا فعلا على قدر كبير جدا من المسؤوليه. وبالمناسبه من ضمن الامارات يعني اماره جديده لان فعلا فريقنا على قدر المسؤوليه، عايزين نقول لحضراتكم ان البعثه بمجرد وصولها من المطار يعني توجهت مباشره الى ملعب مختار التتش وبدون راحه طبعا عشان يؤدوا تمرينات استعدادا لمباراه الداخليه يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجوله الثالثه في بطوله الدوري الممتاز. بعد الوصول للمطار توجهت حافله الفريق الى مقر النادي بالجزيره مباشره، وادى كل اللعيبه اللي شاركوا في مباراه السوبر تدريبات استشفائيه للتخلص من حاله الاجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الفني، فيما خاض علي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكن. طبعا مارسيل كولر كان حريص أنه يتحدث مع اللعيبة قبل انطلاق التمرين، ثم تم عقد جلسة تنسيقية مع الكابتن سيد عبد الحفيظ للترتيب للمرحلة المقبلة إن شاء الله. حلو جدا. طيب خلونا بقى برضو هنرجع ونقول ان التفاصيل كلها هنتناقش فيها مع كابتن ضياء باذن الله. طيب كلامنا مع حضراتكم لم ينتهي بعد، خلونا بس نطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل الكلام. اتفضل. يا اهلا بكم مره ثانيه عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وخلونا نروح للزميله العزيزه سالة حامد، هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان تعرفنا على اخر الاخبار واخر المستجدات. يا سالة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي طبعا في بدايه الاسبوع، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا كلنا متواجدين هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه، ويمكن خلينا انا كمان اضيف على كلامكم وبارك لكل جمهور النادي الاهلي بعد الفوز بالسوبر للمره ال 12 في تاريخ النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك بهدفين بلا شيء، طبعا سجل الهدفين المحترف البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد. يمكن خليني برضو ابتدي معاكم باخبارنا النهارده عن ابطال السوبر ورجال كره القدم اللي زي ما شفنا امبارح يعني وزي ما انتم قلتوا اكيد في بدايه الحلقه ان هم بعد ما وصلوا للقاهره مباشره اتجهوا لملعب مختار التتش عشان يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. يمكن يعني التدريبات كانت عباره عن بعض التدريبات الخفيفه للعيبه طبعا اللي يعني لعبوا المباراه طوال ال 90 دقيقه، وبقيه اللاعبين او البدلاء اللي كانوا في المباراه يعني أدوا تدريبات قوية على ملعب مختار التتش تحت قيادة مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي. ويمكن كمان علي لطفي ومصطفى شوبير أدوا تدريباتهم بشكل طبيعي تحت قيادة مستر ميشيل يانكن. كمان خليني اقول لكم انه الفريق النهارده هيكون راحه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا يسنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه في بطوله الدوري والجوله الثالثه من بطوله الدوري واللي هتكون امام ان شاء الله نادي الداخليه يوم الاربعاء، والمباراه اللي هتقام ما بين الفرقتين على استاد السويس الجديد، وان شاء الله المباراه هتكون في تمام الساعه 5 مساء، ودي زي ما انا قلت هتكون الجوله الثالثه من بطوله الدوري الممتازه لكره القدم.
القدم. كمان خليني اقول لكم ان المدافع محمد عبد المنعم ان شاء الله يعني النهارده او بكره بكتير هيخضع عليه بعض الفحوصات عشان يعني يطمئن على الاصابه الموجوده عنده في الانف، وبعد الفحوصات دي ان شاء الله دي اللي هتحدد امتى العمليه الجراحيه هتتم، وان شاء الله يعني بعديها هيغيب قد ايه عن التدريبات الجماعيه وعن المشاركه في المباريات مع الفريق الاول لكره القدم. كمان اليو ديانج يعني حاليا بيؤدي التدريبات بشكل طبيعي، التدريبات يعني المحطوطه له في البرنامج العلاجي والتاهيلي اللي محطوط له تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم، وعمار حمدي خلاص في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي والدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح معاكم لاخبار الفرق او الالعاب الجماعيه، وابتدي معاكم برجال كره السله تحت قياده مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن رجال كره السله يعني نهاوندو كريم كانوا الايام الماضيه كانوا في مدينه الاسكندريه عشان يعني يخوضوا بعض المباريات في الجوله الثانيه او دوره المجمعه الثانيه من بطوله الدوري المرتبط، ويمكن في ثلاث مباريات اللي كانت امام دسوق نادي سموحه والنادي طلائع الجيش قدر رجال كره السله ان هم يفوزوا في جميع المباريات. يعني كانت اول مباراه امام نادي دسوق انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 78-46، ومباراه طلائع الجيش انتهت بفوز النادي الاهلي ايضا بنتيجه 84-66، ومباراه سموحه امبارح كانت انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 82-52. رجال كره السله النهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يعني يبداوا او يعني يكملوا بقيه المباريات من بطوله الدوري المرتبط. ان شاء الله في دور ال 16 النادي الاهلي هيواجه نادي هليوبس يوم 2 ويوم 5 نوفمبر. اول مباراه ان شاء الله هتكون على صاله النادي الاهلي، وتاني مباراه هتكون على صاله نادي هليوبس. كمان النهارده السيدات كره السله تحت قياده الكابتن طارق خيري النهارده عندهم يعني مباراه مصر التامين في الدور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط. الساعه 4 هتكون مباراه الفريق المرتبط، والساعه 6 مباراه الفريق الاول. النهارده دي هتكون المباراه الاولى من الدور الثمانيه، وان شاء الله المباراه الثانيه هتكون يوم الاربعاء. كمان سيدات كره الطايره النهارده عندهم تمرين الساعه 6 عشان خلاص يعني هيبداوا الموسم اخيرا، واول مباراه هتكون في بدايه الموسم هتكون في بطولة الدوري، وأول مباراة هتكون مع نادي الزهور دي هتكون يوم 7/11، والمباراة هتقام على صالة نادي الزهور. دي أول مباراة وأول جولة في بطولة الدوري. تاني جولة هتكون أمام نادي الزمالك يوم 11/11، وإن شاء الله المباراة دي يعني أنا هواد وكريم هتقام على صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. واستكمالا لجميع أخبارنا النهارده خليني أقول لكم إنه فريق كرة القدم مواليد 2005 قطاع الناشئين فازوا إمبارح على نادي إمبي بنتيجة 2-1، ودي كانت الجولة السادسة في بطولة دوري الجمهورية للشباب. ويمكن بعد المباراة دي خليني اقول لكم انه يعني شباب النادي الاهلي 2005 انفردوا بصداره الترتيب الفرق في جدول الدوري الجمهوريه للشباب بعد المباراه دي. فامبارح يعني المباراه دي فازوا فيها على نادي امبي، وكانت المباراه خارج ملعب النادي الاهلي. يمكن دي كانت كريم ونهاوند، وكان كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. مفيش أي استفسارات، مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية المتميزة كالعادة. ودلوقتي بقى نروح مع حضراتكم لأهم المانشيتات والصحافة الرياضية. خلينا نروح سكايب مع الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي، ونتابع أهم الأخبار الرياضية طبعا زي ما احنا متعودين في الصحف والمواقع، وأكيد هناخد تعليق منه عن السوبر. عندنا لسه أسئلة كتيرة جدا. يا أيمن بونجور عليك. مساء الخير. مساء الخير يا لا مساء ازاي كريم نهاوند. انت لسه ما نمتش صح كده؟ لا كان ويك اند جميل بقى بخصوص السوبر. صحيح صحيح. اولا الف مبروك علينا كلنا، ومش عشان السكور بس يا ايمن، لا احنا شفنا الاهلي عاد من جديد. هو ما كانش غاب لكن كان شويه متعثر، لكن عاد من جديد الاهلي اللي احنا نعرفه. فلازم هنا نقف شويه ونبدا ناخد منك تعليق على المباراه، شفتها ازاي اداء كمان ونتيجه؟ اتفضل. لا طبعا في البداية يعني زي ما انتوا قلتوا في الأول برضو كان بنهني الكابتن محمود الخطيب بعيد ميلاده، ربنا يديله دايما الصحة وإن شاء الله يرجع لنا في أقرب وقت. كل سنة وهو طيب. بالتأكيد لا ماتش السوبر النادي الأهلي عمل أداء جيد جدا. كولر كمان يعني
زي ما بنقول كده، هي مباراة مع مباراة، والراجل هيتعرف على الفريق بشكل أكبر، هيحط إيده على المشاكل وهيصلح السلبيات ويخليها إيجابيات. لا، كولر عمل مباراة كبيرة جدا أمام فيريرا. النادي الأهلي كان الأكثر ثباتا، الأكثر هدوءا في الملعب، استغل الفرص اللي أتيحت له. كمان لو كان يعني كان في فرصتين ثلاثة، لو كان النادي الأهلي قدر يستغلهم كان ممكن يخلص المباراة بشكل مبكر. صحيح. تقريبا احنا الخطورة اللي كانت على النادي الأهلي، يعني ما اعتقدش الشوط، يعني مش متذكر الشوط الأول كان في أي خطورة، والشوط الثاني يمكن. طبعا نادي الزمالك كان عايز يعوض فرق الهدف فكان بيهاجم بشكل أكبر، لكن لا، النادي الأهلي أداء في الملعب وأداء جمهوره في ملعب هزاع بن زايد اللي احنا بنسميه وش السعد، تقريبا صحيح. النادي الأهلي ما خسرش ولا ماتش سواء رسمي او ودي على هذا الملعب، فالحمد لله يعني حاجه جميله. طبعا انتوا اتكلمتوا في جزئيه مهمه جدا اللي هي موضوع الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي ده. زي ما كلنا شفنا في الصوره كان في فعلا 7 لعيبه زي ما انتوا قلتوا كده موجودين وقت الهجمه، فيعني نقدر نقول ان النادي الاهلي اللي عمله داخل الملعب والاداء اللي قدمه داخل الملعب ممكن يكون فاجئ نادي الزمالك او فريرا، لان هو نفسه قبل المباراه اتكلم وقال انا تقريبا دي نفس اللعيبه اللي انا واجهتها قبل كده، مفيش صفقات جديده يعني كما يعني هو بالنسبه له. فلا، هو اتفاجئ، وتصريحاته بعد المباراه بتدل على ان هو بيحاول بس يهدي من فكره الخساره. كمان تحديدا ممكن اضيف حاجه كمان، اتفضل. النادي الاهلي تقريبا لعب السوبر ده، يعني السوبر المصري بدايته في الالفينات، يعني مش بطوله مثلا من التسعينات او الثمانينات، لا من الالفينات. النادي الاهلي تقريبا لعب البطوله دي 3 أو 4 مرات، هو بطل الدوري والكاس زي ما صحيح. بنقول كده، اللي هي المصطلح بتاع بيلاعب نفسه. فالنادي الاهلي ممكن يكون لاعب نفسه في البطوله دي 3 مرات، وفي ال3 مرات هو كسب، يعني الاهلي كسب السوبر، وفي مره الاخيره اللي هي كان هنقول اللي هي امام طلائع الجيش كان الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس ولعب طلائع الجيش كوصيف للكاس والاهلي خسر. ما يعني هي دي لائحه البطوله مش بتاعتنا. والله هيبقى جميل لو قالوا ان بطل الدوري والكاس ما يلعبش السوبر وياخد السوبر يحتفظ بيه، هيبقى بالنسبه لنا احنا افضل. يعني والله العظيم، اتمنى بص انت بترد على حاجات احنا ما كناش عايزين نرد عليها، بس مش كل ده جات رد قد ما منك، هو هو قد ما توضيح هو توضيح، للوايح لان يعني. الحاجات دي بتتاخد يعني بالظبط هوند ان هي بالظبط. مسلم بيها، يعني في ناس بتتعامل مع الحاجات دي على ان ايه ده الاهلي بيلعب الدوري، الاهلي ما خدش الدوري وما خدش الكاس وبيلعب، وكمان ده بيتقال ان الاهلي كان ثالث الدوري، مع ان مثلا البطوله دي كان وقت الاهلي كان تاني الدوري وتاني الكاس، لكن حتى بيتعاملوا على ان دي البطوله بتاعت النسخه الاخيره. فلا، الناس لازم عشان بس ايه، في ناس بتحب تقول كلام وناس تانية تصدقه، فلا احنا بس بنوضح بشكل لطيف وبهدوء زي ما انت بالظبط. قلت كده. قناه النادي الاهلي دايما احنا هاديين في كلامنا واحنا بنحتفل كمان يعني. هو في الاول وفي الاخر دي لوائح، هيك عندك مشكله روح غير اللوائح يعني. المهم بالظبط كده. خلينا نروح لاول منشات معانا، ومن الاخبار بيتكلم بقى ايمن عن المنتخب طبعا الاولمبي، المنشات كده تحديدا في اياب التصفيات الافريقيه، المنتخب الاولمبي بيواجه اسواتيني اليوم. طبعا انا هسالك هنا، انت شايف اصلا فكره خطوط المنتخب الاولمبي النهارده ممكن يبقى ايه، خصوصا ان احنا في مباراه الذهاب يعني حصلنا على تعادل، او يعني انتهت النتيجه بالتعادل السلبي. لا، اعتقد المفروض ان المنتخب الاولمبي يبقى هو الاوفر حظا، المنتخب المصري يعني اسواتيني اللي هي كانت سوازيلاند قبل كده، بنتكلم انها منتخبات بتبقى غير مصنفه، والدور ده كمان احنا يعني ده الدور الثاني، فلا الطبيعي ان منتخب مصر هو اللي يعني يعدي ويعدي بسهوله. كمان المدرب البرازيلي اللي معانا دلوقتي المفروض انه حاطط كمان ايده اكتر على اللعيبه، اشتغل معاهم وشافهم في الملعب، لعبنا ماتشين وديين في الفتره اللي فاتت، وكمان يعني عنده بعض اللعيبه هي رجليها كانت موجوده في الملعب سواء في الاهلي او في الزمالك او في انديه اخرى. هو جيل جيد،
يعني ما نقدرش نقول جيل سوبر لسه ما شفناهوش صحيح. على الارض كده يعني بشكل قوي او ما تابعناهوش بشكل كبير، ولكن الاسماء اللي في القائمه زي ما بنشوف هي جيده. بنتكلم كان معاه تقريبا 7 أو 8 لعيبه من النادي الاهلي وعدد لعيبه من نادي الزمالك غير الانديه الاخرى. فلا اعتقد ان منتخب مصر المفروض يعدي المرحله دي، وكمان يعدي المرحله اللي جايه، لان النهائيات هي دايما في البطوله دي اللي بتبقى صعبه. اعتقد النهائيات هتبقى في المغرب. احنا ظهرنا في الاولمبيات اللي فاتت، فبالتاكيد عندنا طموح ان احنا نستمر وتواجدنا في الاولمبيات ما يبعدش وما يبقاش كل فتره. فلكن انا شايف ان ممكن الوضع يبقى صعب، لكن املي ان المدرب البرازيلي يقدر ان هو يعني معاه وقت وان هو يعني يساهم في ان الجيل ده يخرج منه افضل من كده يعني. طيب نروح بقى معاك للمانشيت الرئيسي في جريده الجمهوريه يا استاذ ايمن، وبيتكلم طبعا عن محمد صلاح اللي اكيد كان محقق امبارح يعني هدف هايل مع فريقه برغم خساره فريق ليفربول، لكن هو المانشيت بيقول مو مفاجاه افتتاح المونديال. وطبعا التفاصيل بتاعه الخبر بتتكلم عن انه هيكون ان شاء الله محمد صلاح ضمن فريق المحللين او التحليل الفني في استوديو القناه الناقله لفعاليات المونديال بحسب الاتفاق اللي تم ما بينه وبين اداره القناه اللي طبعا بتملك الحقوق الحصريه لهذه البطوله. فسؤالي ليك في رايك يعني الى اي درجه يعني هذا الامر مهم وهيبقى عنصر جذب لكل الناس عشان تتابع محمد صلاح ويشوفوه للمره الاولى وهو محلل فني ضمن فريق التحليل الفني في هذه القناه للمونديال؟ يعني شايف الموضوع ده ازاي؟ والله الموضوع لما اتطرح قبل كده يعني اتطرح من كام يوم عن طريق وسيله اعلام قطريه، الموضوع كان يخض شويه او يعني فعلا مفاجاه، كمان ان هم اتكلموا عن رياض محرز. فالنهارده جريده الجمهوريه كجريده مصريه بتتناول هذا برضو الخبر. بي ان سبورتس اعلنوا عن الطاقم المحللين عندهم، ولكن فعلا ما اعلنوش عن وجود محمد صلاح. قد يكون زي ما موجود كده في الخبر ان هم مستنين يبقى يعني يعملوا له دعايه معينه او حاجه ضخمه. قطر طبعا في السنين الاخيره كانت بتحاول ان هي يعني تتعاقد مع محمد صلاح في فكرة ان هو يروج لكأس العالم، لكن ما حصلش. واعتقد هم حابين ان هم يستفيدوا من الفيجرز العرب بشكل اكبر. طبعا هم عندهم اسامي كبيرة موجودة سفراء لكأس العالم، طبعا من مصر في ابو تريكة وفي وائل جمعة. فاكيد بالنسبة لمحمد صلاح ده هيكون بالنسبة لهم أكيد أمر قوي جدا. ده طبعاً يعني طبعاً إضافة كبيرة وخطوة ذكية من في العالم يبقى محلل في الافتتاح والنهائي. ده أكيد هيبقى حدث. هو ممكن يعني هم لما أعتقد تعاقد زي ده لو فعلا تم بالشكل معين ممكن صلاح ما يظهرش كمحلل حتى في الافتتاح بشكل اللي هو محلل يتكلم فنيات قوي. لا ده ممكن يقعدوا يتكلموا معاه في كاس العالم عن منتخب مصر عن ليفربول عن النجوم، يعني هيعملوا معاه حوارات بس هو يستخدمه كفكر يعملوا بيه دعايه لكاس العالم. هي هتبقى طبعا خطوه كبيره، فخلينا نشوف بس الستايل اللي هيعلنوا بيه عن الموضوع ونشوف طبعاً الافتتاح هل فعلا صلاح، لان هو الكلام كله والمصادر كلها بتقول ان هو هيتواجد اعتقد في الامارات في فتره كاس العالم مع بعض اللعيبه بتاعت ليفربول اللي مش مشاركه في كاس العالم، هياخدوا فتره راحه وبعد كده هيعملوا زي اعداد او حاجه زي كده عشان استكمال الموسم بعد كاس العالم. كاس العالم اللي جاي فيه نجوم كتيره قوي مش تلعب، سواء اللي ما تاهلوش وسواء من الاصابات. فخلينا بما اننا مش للاسف مش هنستمتع بصلاح في قطر ومنتخب مصر في كاس العالم، يبقى جميل برضو ان احنا نشوفه في الاجواء نفسها. طبعا طبعا حلو جدا. تعال بقى نروح للرياضه مره كمان، والمنشط بيتكلم عن ميسي طبعا التألق اللي شفناه، ميسي بيقود سان جيرمان وبي اس جي الى تعزيز صدارته. سؤالي هنا، هل بتشوف ان ممكن في الفتره اللي جايه يبقى في تنافسيه على فكره هنا لقب الهداف، والفجوه ما بينه وما بين مبابي ونيمار الى حد ما تختلف او تزيد الى حد برضو معقول، لان هم ارقامهم يعني ما هياش بعيده قوي، في تألق برضو لو احنا جينا كده ودرسنا كل واحد لوحده، لا في تألق للثلاثه بصراحه او زي ما قلنا الترينجل ده. لكن بتشوف ازاي وفكره برضو عوده ميسي مره ثانيه للتألق اللي كان غايب عنه فتره، فكره احرازه الهدف برضو صناعه هدف اخر؟ خليني اعرف منك يا ايمن.
لا، ليونيل ميسي الفترة دي أو الموسم ده يعني بيقدم لنا زي ما نقول كده عدل، يقدم لنا المتعة تاني. الموسم الماضي هو حتى اتكلم في الموضوع ده، ودي برضو ممكن كلنا نتعلم حاجة، نتعلم منها إن موضوع يعني نجم هو بحجم ليونيل ميسي وصل لمرحلة كبيرة جدا في الكورة، تقريبا عمل كل حاجة، لكن لسه هو عنده الشغف ولسه هو بيطور من نفسه صحيح. وبيحسن من نفسه. الراجل هو اتكلم على ان السنة اللي فاتت دي او الموسم الماضي هو نقل عيشته كلها من كاتالونيا او من اسبانيا لباريس، فهو بالنسبة له دي كانت نقلة، ان النهاردة حياته كلها بتتغير، حياة أسرته بتتغير، بيتعود على مكان جديد. احنا بنتكلم على مستوى احترافي، بص عامل ازاي، لكن هو مجرد ان هو مستقر لمدة اكتر من 10 15 سنة في مدينة، راح مدينة تانية، فالامور كانت بالنسبة له مش افضل حاجة. فلما الامور استقرت بالنسبة له الدنيا بالنسبة له بقت أفضل، شفنا النهاردة هو الموسم الحالي بيقدم أرقام مميزة جدا، سواء مع باريس سان جيرمان في أوروبا أو حتى في الدوري الفرنسي. زي ما أنت قلتي فعلا هواند، الثلاثي نيمار ومبابي وميسي عاملين حالة جميلة جدا الموسم ده حتى رقميا، ونيمار كمان الواحد حاسس إن هو بيلعب بمزاج أكتر، عمل اسيست امبارح كده كان جميل جدا، بس مبابي يعني الكرة الحارس صدها. طبعا هي مشاكل باريس سان جيرمان كلها تتعلق في عقد مبابي والمشاكل اللي فيها الفلوس والحاجات دي، لكن لو فنيا الفرقة دي الثلاثة دول لو فضلوا فايقين في حالتهم كده، ممكن باريس سان جيرمان يعمل مفاجأة في دوري ابطال اوروبا الموسم الحالي، ان هو يحاول يفوز بيه، وحاول قبل كده لكن لم ينجح امام تشيلسي على ما اتذكر، يعني صعد نهائي قبل كده وخسروا. فالمره دي وارد ان ميسي يكون ليه كلمه السر مع مبابي ونيمار، حلو. هنشوف. لكن فعلا ميسي حتى لو بعيدا عن فكره الهداف، لان برضه مبابي بنتكلم اصغر سنا اه ومركزه طبعا الى حد طبعا ما مهاجم، هالاند الناحيه الثانيه في مانشستر سيتي لو بنتكلم على الهداف اللي هو الكره الذهبيه او الحذاء الذهبي الاوروبي بتاع الدوريات الخمسه، لا لكن ميسي هو حالا، ميسي حاليا هو تقريبا كل تركيزه ان هو يروح كاس العالم وهو فت، لان هو ده اخر كاس عالم اه ليه، بالظبط. وهو ده الصراع، هو ده اللي ما ينقص ميسي حاليا هو كاس العالم. كان في ليه محاولة قبل كده وفشلت أمام ألمانيا، هنشوف هل قطر ممكن تبتسم لميسي ويختم مسيرته في الملاعب بكأس عالم، ولا الموضوع هيبقى صعب يعني. هو الحقيقه المفروض يعني المتوقع، ودي حاجه كانت كل الناس مستنياها ومستنيه تشوفها، فكره ان باريس سان جيرمان المفروض بالكتيبه اللي عندها يعود بقى مش ويصنع مجرد يعود، ده تاريخ يولع الدنيا، يصنع مش تاريخ. مجرد يعود، لكن اللي حصل غريب، وطبعا دي نتيجه طبيعيه جدا ومنطقيه لوجود حساسيات بين اكتر من لاعب والتاني. طيب خليني بقى اروح معاك يا استاذ ايمن لاخر منشط في المنشطات اللي احنا بنناقشها معاك النهارده، وهو من يلا كوره، والمنشط بيقول رئيس بايرن ميونخ متفائل بمشاركه نوير ومولر في كاس العالم. وسؤالي ليك انت شخصيا، شايف ايه مدى تاثير مشاركه نوير ومولر في المونديال على البايرن ميونخ بعد استئناف الدوري عقب انتهاء كاس العالم؟ لا يعني هو احنا شايفين، اعتقد الدوري الالماني السنه دي مميز جدا، الانديه الى حد ما قريبه من بعض، بايرن ميونخ اوروبيا طبعا هو مكتسح كسبان كل الماتشات اخرهم برشلونه. لا وجود مولر لاعب مهم جدا على فكره، مولر واحد من اللعيبه اللي فعلا ممكن نقول لو ما فيش ميسي وما فيش كريستيانو الراجل ده كان ممكن ياخد الكره الذهبيه اكتر من مره، واحد من هدافين التاريخي يعني ضمن الهدافين التاريخيين لكاس العالم والمنتخب الالماني، لعيب متكامل يعني، مش اقدرش اقول متكامل بس لعيب ما اقدرش استغنى عنه مولر ده. طبعا انا بقالي كتير قوي بشوف مولر في الملعب وبشوف ارقام مولر، لعيب مميز جدا ولعيب مهم جدا سواء لبايرن ميونخ او حتى المنتخب المانيا، وكسب معاهم كاس العالم وكسب معاهم يعني بطولات كتير. فهي الفكره كلها ان الوقت توقيت كاس العالم صعب على الكل طبعا، لانه موجود في شهر 12 او 11 و12 نص الموسم، فالنهارده اللعيبه في عدد كبير قوي من اللعيبه مصاب، يعني نتكلم دلوقتي هو مولر ونوير مصابين، وارد ان ممكن يحصل حاجه وما يلحقوش كاس العالم، نتكلم في منتخب فرنسا في بوجبا في طبعا. كانتي في عدد كبير من اللعيبه فعلا بيتعرضوا للاصابات، والاصابات دي
يعني ممكن يرجع منهم يلعب كاس عالم لو اتصاب تاني، مش هيساعد فريقه في النص طبعا. التاني من السيزون، فالموضوع صعب. يعني نتمنى، انا الصراحه على المستوى الشخصي اتمنى ان مولر وناير يبقوا موجودين عشان نستمتع بيهم في كاس العالم، فنتمنى. اعتقد يعني ناير تحديدا هو بقى له فتره غايب بسبب الاصابه اللي في الكتف، ما نعرفش لسه ايه الامور، لكن ممكن اصابه مولر الامور فيها تبقى افضل لو هي مش تمزق جامد، يعني مجرد مشاكل في العضله، يعني مشاكل عضليه يعني يرجع او حاجه على كاس العالم. لكن هي المشكله اعتقد كلها في نوير، لان عنده مشكله في الكتف وبقاله فتره مش موجود. فنتمنى ان احنا اي حد مصاب قبل كاس العالم يرجع، طبعا لان احنا كده كده يعني هنتفرج طبعا على الدوري بتاعنا برضو لو نادي الاهلي يلعب هنتفرج عليه، بعد كده بقى نشوف بقى كاس العالم بيقول ايه. جميل، احنا بنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده عبر سكايب، جزيل الشكر ايمن جلبرتو الناقد الرياضي الجميل، شكرا أنا جزيلا. انا سعيده جدا بعوده ميسي على فكره طبعا. تاني، لان لما تيجي بقى تتكلم عن كره القدم العالميه وتقول عن كريستيانو رونالدو وميسي، طبعا غير اسماء تانية كتيره جدا، بس بتكلم في الجيل بتاعنا، هم دول يعني هم دول الاسماء الابرز خلينا نقولها كده. لما تيجي تشوف ان كريستيانو وضعه او يعني مش هقول نهايته طبعا، يعني هو لسه بدري، هو ما حدش قال او حتى هو صرح ان هو هيعتزل خالص، الكلام ده مش وارد، بس لما تيجي تشوف برضو الفترات الاخيره معاه المشهد غير لائق تماما وغير جيد لكريستيانو رونالدو، هذه الاسطوره طبعا. الحقيقيه طبعا. على الصعيد الثاني برضو كان ميسي ليس الافضل ابدا الفتره او الموسم اللي فات تحديدا، فكان في كده، لا كان في زعل عام، لان في هنا العالم هتلاقيه بينقسم كريستيانو وميسي يعني الى حد ما، يعني فكان في مشكله، كان في علامات استفهام. دلوقتي ميسي بيعود مره ثانيه، طبعا في فارق سن بينهم بس ما هوش كبير برضه، هي كام سنه يعني 3 سنين تقريبا، لكن برضه في عوده ميسي للتالق مره ثانيه كنا كلنا منتظرينه، سواء بنحبه او لا او من عشاقه او لا، بس عودته دي اعتقد عوده جيده مع بي اس جي، تالقه مره ثانيه بي اس جي في حد ذاته كنادي، اتكلمنا عن النقطه دي قبل كده، ليس الافضل مع كل الاسماء العظيمه اللي هو بيضمها، برضه كان عليه علامه استفهام كبيره، لكن ربما النحس ده او الوضع ده شويه ابتدى يختلف دلوقتي، الامور محتاجه ان هي تتم او يتم علاجها من قبل المدير الفني قبل اي حد، هو اللي بيبقى مسؤول في الاول وفي الاخر يا كريم، ان كل نجم من الاسماء دي الموجوده في بي اس جي ان هو يبقى نجم مع نفسه، بس يفهم ان دي لعبه كره قدم عالميه. شويه كان في خلافات من مبابي زي ما قلنا ونيمار، اثرت الى حد ما على فكره على مستوى برضو اللعب هنا وهنا، لكن اعتقد برضو الاخبار الاخيره المتداوله ان الدنيا ابتدت شويه تتضح او تتحسن ما بينهم. يعني على كل حال نتمنى كمان مشاركته في كاس العالم يبقى متألق فيها جدا، لان تاني ده اخر كاس عالم بالنسبه لميسي طبعا، كنا نتمنى نشوف برضو كريستيانو لكن للاسف الشديد يعني. بس على كل حال انا واحد من الناس يعني متاكد ان هم اكيد خطرت لهم على بال ولو للحظه وهم بصدد الاتفاق والتعاقد مع الاسماء اللي كل اسم منهم اتقل من التاني، طبيعي جدا احنا بنجيب نجوم العالم ونحطهم في فريق واحد، المنطق يقول ان هم هيولعوا الدنيا بالمعنى الحرفي، لكن دايما في مساحه كافيه لوجود حساسيات زي اللي انت بتتكلمي عليها كده، واللي بتتسبب في الاخر في ان الفريق مش بيحقق المرجو من اللعيبه بتوعه، فاهمه ازاي؟ هي دي النقطه. حتى ابطال زي ما كنا بنقول ابطال نجوم كريستيانو وغيره، هل هيتالق مش هيتالق، هي دي النقطه. على كل حال احنا فاصل ونرجع كده نكمل مع حضرتك، اتفضل. بالفعل الاهلي كيان ومكان في اهل وعشره عمر، والاغنيه دي لما اتلعبت في الاستاد مع انتهاء اللقاء الاهلي والزمالك في كاس السوبر المصري، الحقيقه كانت حاجه عظيمه جدا، وخصوصا واحنا سامعينها على لقطات ولا اجمل، كان من خلالها طبعا لعيبه النادي الاهلي بيحتفلوا بهذا الانتصار الكبير. فكره ان احنا نقعد نتفرج على ماتش مهم زي ده اكيد يعني طبعا ليها شعفتها وليها حاجات حلوه كتير، لكن لما يكون اللي قاعد بيتفرج نجم سابق من نجوم النادي الاهلي، لا اكيد رؤيته مختلفه، عينه بتروح لحاجات مش بالضروره احنا كجماهير عاديه عيننا تروح لها، واعتقد الى حد كبير الكلام ده ينطبق على ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده كابتن ضياء عبد الصمد نجم النادي الاهلي السابق. اهلا بيك معانا ومليون صباح مبروك يا كابتن كريم. صباح الفل يا هوان، صباح النصر صباح بقى صباح, صباح النصر عن جداره في البدايه، صباح النصر يعني خلينا نقول ان بجد يوم الجمعه كان في مكاسب كتيره جدا للكره المصريه، وكان في مكاسب طبعا للنادي الاهلي. النادي الاهلي احنا الحمد لله حققنا الفوز اداء ونتيجه، وعوده نادي الاهلي مره ثانيه وعوده الروح وعوده الانسجام وعوده اللعيبه لمستواها، كل ده مكسب، مكسب كمان طبعا لكولر كمدير فني جديد. الصعيد الاخر لما نيجي نقول مكسب ليه
الكره المصريه او مكسب لمصر. احنا شفنا بجد اداء محترم من جماهير الاهلي والزمالك، شفنا لقطات حلوه منها لقطه مؤمن زكريا، شفنا كل احترام ما بين اللعيبه الى حد كبير. يعني خلينا نبدا من النقطه دي قبل ما نخش لتفاصيل المباراه. انا لقيت كان مشهد يقول فعلا ان الكره المصريه بقت بخير، بدايه من الجمهور، من التنظيم، من شكل جمهور اهلي وزمالك قاعدين جنب بعض. طبعا مفيش حاجه تعكر صفو المباراه تماما شكلا واداء، وحتى في الاخر بالنتيجه. دي اول حاجه. تاني حاجه لقيت يمكن في النهايه، هبدا بالنهايه، حته شيكابالا مع مؤمن لازم اتكلم فيها ديت. دي لقطه جميله جدا، وبالاضافه لوجود كابتن سيد حفيظ برضو مع شيكابالا ومؤمن. دي حاجه بتعكس ان جوه حاجه وبره حاجه تانية. يعني انا ممكن يبقى ليا اصدقاء في نادي الزمالك بعد ما بخلص مباراتي معاهم وابقى ماتش سخن جدا، وسواء النتيجه بالسلب او بالايجاب بخلص خلاص بعد ما المباراه بتنتهي احنا بقينا اصحاب واصدقاء، ودي حاجه انتهت. دي اللي احنا افتقدناه الفتره اللي فاتت دي انا وعندي كريم بين الجماهير وبين بعضها، بقينا ندخل في حتت مش بتاعتنا كمصريين ولا بتاعتنا كجمهور. واوجاد الضغينه، يعني اوجاد الضغينه حتى لا السوشيال ميديا كمان بتتكلم في حاجات وبتكبر حاجات كتيرة جدا، بتعمل ضغينه بين اللعيبه وبين بعضها. طبعا فده للاسف يعني تلاشنا في الامارات. حسن التنظيم والشكل والمنظر اللي خرجت بيه المباراه حاجه تشرف جدا جدا مصر، وحاجه تقول فعلا ان احنا يا ريت نكمل على الوتيره دي من حيث انتهينا مباراه الاهلي والزمالك. حلو قوي. طب ده بالنسبه للقاء بشكل عام. بالنسبه بقى للنادي الاهلي بصفه خاصه، وحضرتك بتتابع احداث وفعاليات هذا اللقاء، كنت مبسوط من ايه؟ اكتر حاجات اسعدتك فعلا وانت بتتابع النادي الاهلي تحديدا؟ انا كنت سعيد جدا من الاهلي في الفتره اللي فاتت، مش من مباراه الزمالك لا، بدايه من الاتحاد الميستيري، المباراتين اللي اتلعبوا، مرورا بمباراه الاسماعيلي، مرورا بمباراه اسوان. يمكن اكتر مباراه ساعدتني جدا 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 وقلت ان شكل الاهلي هيتغير على يعني بدايه الموسم، مباراه الاسماعيلي الطايم الاولاني. انا شفت كره سريعه، شفت خطوط متقاربه جدا جدا جدا، شفت المساحات والمسافات بين اللعيبه مش واسعه، شفت تغطيه عكسيه كويسه جدا، شفت اداء وروح. بدات اشم رائحه ال 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 النادي الاهلي بتاع 15 سنه و10 سنين ورا. حته الانفعال اللي موجوده، الوتيره دي قلت شويه، في انسجام، والدليل على كده ثبات التشكيل. انت لما تبص تشكيل الاهلي بدايه من ماتش الاتحاد المنستيري لغايه ماتش الزمالك، تقريبا اللي بتغير واحد او اثنين ولظروف اصابه او ظروف ملعب. شادي مع شريف، واذا كان ديانج اتغير ولعب السوليه، نفس التشكيل هو هو، مفيش تغيير تماما الا في ماتش اسوان. اكاد اكون يعني مستر كولر قال عايز ادخل اثنين ثلاثه بالاضافه للمجموعه اللي هو مركز عليها، وده يعني فكر لحد عايز يثبت تشكيل. والدليل الشكل والاداء لنادي الاهلي مختلف تماما عما سبق. في انسجام، في روح، في تاكتكس بيحصل، في واجبات انا كمدير فني بحس انها موجوده، والولاد يعني اللعيبه بتطبقها صح. كل واحد بيلعب على قده وفي حتته وفي مكانه. الدليل على الكلام دوت زي ما بقول لك الخطوط متقاربه جدا، مفيش يعني مش عايز اقول عشوائيه في الـ في لا وبيلاقوا بعض بسهوله. في حته كويسه قوي كريم، مش عارف الناس واخده بالها منها ولا لا. عندك عبد القادر، وعندك سافيو، وعندك مين الثالث، شريف او شادي بالاضافه لطاهر. بتكلم على ما تعرفيش هجوم يعني. ما تعرفيش يعني هو مين بيلعب وينج رايت، مين بيلعب وينج ليفت، مين بيلعب مركز 10. دي كويسه جدا. يعني سافيو في ماتش الاسماعيلي انا شايفه ناحيه الرايت، ما كملش دقيقه ونص لقيته ناحيه الليفت، لقيت طاهر هو اللي بيلعب مركز 10، ولقيت عبد القادر في ناحيه اليمين. هو مين بيلعب فين مع ايه؟ الحته دي انا متاكد ان هم اشتغلوا عليها كويس جدا، لان دي بتعمل ربكه غير عاديه، وانا كنت بلعب راجل ليبرو وعارف دي كويسه جدا. دي بتربكنا احنا كمتابعين. كمتابعين؟ ما بالك الفريق. لكن كمدافع انت مش عارف مين صحيح فيه. دي خصوصا ان الزمالك بدا محدش دي انا وانت لا دي صح، بس هو زي ما تقال كده كولر ليه خطته. يعني الزمالك شفناه من البدايه لعب بطريقه دفاعيه جدا، او خطه كانت دفاعيه،
كولر قدر باللي حضرتك بتقوله ده ان هو يخترق الخطه الدفاعيه وبسهوله، يعني حتى احنا ما تعبناش، ما اتحرقش دمنا، ما قلناش هو ايه اللي لا خالص. فده ذكاء او دي بوادر كويسه قوي بصراحه لمارسيل كولر. هي حته مش متعود عليها فيريرا يمكن او الجمهور ان مين بيلعب فين. انا بلعب مثلا، انا بلعب بشمالي، بلعب الطبيعي دلوقتي بتلعب في حته الرايت طبعًا. عشان لما اقرا يعني برقص او بدخل بشمال عندي عندي طبعًا. صلاحيه اكتر للتسديد على المرمى. هو انا متاكد ان هو عمل البالانس دوت، مين قريب من الكوره والناحيه الثانيه يبقى موجود مين. حتى لو حد حتى لو سافيو دخل لجوه دايركت على طول ممكن تلاقي عبد القادر اللي بقى ناحيه الشمال او اليمين، والعكس صحيح. ده معناه ان كولر عارف تماما امكانيات كل لاعب، عارف مركزه وعارف بيعمل ايه وعارف. ده التوظيف الصح يا كريم على فكره. انا يعني ضد ان اللي يقول مستر كولر جه في فتره مش مناسبه، لا انا بعتبرها مناسبه فنيا. بمعنى اختار لعيبته، كان ممكن يدعم بشكل كبير ويقول لا انا محتاج ويصر ان انا محتاج اتنين مركز اتنين تلاتة. لا هو شاف اللعيبه، متاكد ان هو شاف فيديوهات كتير جدا، وكان العرض من سامي يعني انا متاكد ان هو حاجه محترمه جدا لانه اداله داتا كويسه جدا بالنسبه لكل الفرقه. انت ايه اللي دخل على النادي الاهلي جديد في التشكيل؟ هو واحد بس بالاضافه للاثنين اللي بنتكلم عليهم اكرم ومتولي. هو سافيو بس اللي يعتبر جديد على الفرقه. أيوه. اكرم اصابه، متولي طبعا. هنقول فنيا كان فاقد الثقه، خد ربنا كرمه ركب بقى يعني وتد للمكان ده اللي انا كنت بطالب فيه، وكنت اتمنى ان مركز الليبرو او السردباك يبقى فيه اتنين تقال جدا جدا جدا. متولي دلوقتي حاطط رجل على رجل ويقول انا موجود ومش هنزل منه تاني. بس وجود لاعب مميز في مركزه، وجود بديل بنفس القدر من الجاهزيه لنفس اللاعب في نفس المركز، هل ده صعب مسألة يعني مأمورية الروتيشن اللي المفروض يلجأ لها المدير الفني في بعض الأحيان، جاهزية الأساسي والبديل؟ الروتيشن في المكان ده كريم صعب جدا. المكان ده لازم لو رجعت بمر السنين كده. أنا بكلمك على مركز بعين، وبكلمك على المبدأ نفسه. المبدأ في أماكن تانية لما يبقى عندك الفريق اللي في يعني الملعب زي نفس قدر جاهزية البدلاء، دي هي حاجة طبعا لطيفة ومطمئنة، بتبقى صعبة شوية على المدير الفني على فكرة. أكيد أكيد بتبقى صعبة، لكن هي بيبقى في أريحية من جوه. بمعنى أنا لو عندي مثلا متولي زي عبد المنعم عنده ظروف مثلا الماتش الجاي ممكن ما يلعبش مثلا لفترة معينة. أيوه. تمام. لو البديل فعلا على نفس مستوى عبد المنعم انا هبقى مستريح جدا داخليا. لكن حته نفسيا بقى ان اللاعب يتقبل انه قاعد وانه مفيش مشكله، ده مش وقتي، لكن لما انا هاخد هركب مفيش مشكله بالنسبه لي، هي دي المشكله الصعبه جدا اللي لازم المعادله الصعبه مع المدير الفني تحديدا. الكلمه دي انا قلتها قبل كده في لقاء مع حضرتك قبل كده برضو، يعني كان كابتن محمد حشيش موجود وكان كابتن جوهري موجود وكابتن حشيش كان في وقتها بيلعب اساسي. بس تقعد مع حشيش تتكلم معاه يقول لك انا احسن ليبرو في مصر. ليه؟ كابتن جوهري يقول له ده مش وقتك، ده مش مباراتك، دي 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 دي. فهو قاعد متقبل، هو مقتنع جدا ان دي مش بتاعته. وانا بذكر بقول دي فعلا انا كنت سمعتها، قال لك انا احسن ليبرو في مصر، وحشيش فعلا من احسن الليبرات اللي كانت موجوده في مصر وقتها، بس ما كانش الوقت دوت بتاعه. لكن قناعه كابتن جوهري لمحمد حشيش في الوقت دوت واقتناع محمد حشيش بالكلام اللي بيقوله كابتن جوهري، ودي حته مهمه جدا يمكن بعض المديرين الفنيه او الاجهزه بتفتقدها، ان انا اقعد اتكلم مع اللعيب اللي مستواه قريب جدا من اللعيب اللي بيلعب. لما يكون مستواه قريب جدا لازم اتكلم معاه علشان ما نزلوش. صحيح. ولازم انا نفسيا ومعنويا بتفرق كتير جدا بالنسبه للعيب دوت. انا متاكد ان مستر كولر شغال على الحته دي كويس جدا 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 مع كابتن سامي حفيظ، مع كابتن سامي، ان اللي بره نفسيا او معنويا مفيش مشكله زيه زي اللي جوه، لكن اللي جوه ده هو اللي راكب وهي الكره كده. طالما انت راكب هتاخد عادي جدا، مفيش مشكله لغايه ما يجي دورك وتركب، انا مفيش مشكله بالنسبه لي. فانا متاكد ان شغالين جدا على الحته ديت، والدليل زي ما بقول لك ان الكره اللي بتشوفها دلوقتي في النادي الاهلي كره سريعه لا تحتمل الاحتفاظ، لا تحتمل انك انت ممكن في 3 4 ثواني 5 ثواني بتوصل لمرمى الخصم. ويمكن انا قلت مش برضو في فقره معاك انا وانت ان احنا محتاجين فراوده كتير، محتاجين الحته اللي قدام دي تبقى زياده شويه، لان اي فريق هيلاعبك بنسبه 100% بينزل عايز ياخد منك بونت فبيقفل كويس جدا. صح. فانت محتاج زياده في الحته دي بحلول مختلفه اللي بيها تقدر تخترق اي فرقه ممكن تلعبك، وهتشوف الكلام دوت في ماتش الداخليه.
يعني يعني يوم الاربعاء هتشوف الكلام اللي بقول دوت بس افتكرني يا كريم يا بس هنلاقي الحلول ان شاء الله ان شاء الله هنلاقي الحلول باذن الله يعني ان شاء الله هنلاقي الحلول باذن الله. طيب تعالى بقى نتكلم شويه تفصيلات صغيره كده برده كابتن ضياء. فكره العوده من الاصابات اللي كانت عندنا يعني متواليه واكرم توفيق واكرم توفيق كمان تحديدا لو هتكلم عنه حاجه يعني ولا اروع بجد والله العظيم اداء فوق المحترم فعلا على الارض وغير بقى الصفقات اللي هي انا بسميها اصعوده الاصابه دي في حد ذاته لما اللاعب بيرجع لك بكامل لياقته ده صفقه في حد ذاتها كمان بقى الصفقات الجديده اصلا وفكره هنا برونو سافيو وتقل الدم اللي حصل في اول ما الصفقه جت يعني انا اصلا صريحه فانت كان تقل دم يعني ما ضحكتنيش بصراحه التعليقات اللي كانت من ناس تاني هرجع اقول لا يصح تاريخهم ان هم يتحدثوا بهذا الشكل يعني والحكم مسبقا عن لاعب بشكل لا منطقي وان بروفيشنال طريقة كبيرة جدا اللي شفناها. أنا أعتقد الرد كان على الملعب وقلت الكلام ده في الانترو بتاعنا كان رائع منه يعني أنت بتيجي ترد رد على الملعب فشوف إزاي صفقاتنا الجديدة تحديدا كمان مش من ناحية حلوين أو وحشين على الملعب كلاعب شفته إزاي وأداء فني والجول كمان بتاع برونو سافيو أنا عايزة أقف مع حضرتك عليه شوية. يعني الكلام حق لكل واحد عايز يتكلم وانا كراجل مشاهد او كراجل بتابع حق ليا اسمع اللي عايز اسمعه و كلام بصراحه بيبقى غير منطقي يعني بضيع وقتي بقى بقول لك حاجه بقول لك حاجه انا بحترم جدا 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 الكلام اللي بيتقال في برنامج 10 الصبح بمعنى انت قلتي الزمالك واثرتي واتكلمتي في حته الزمالك وقلتي نادي الزمالك كان فيه وفيه 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 وفي. بعض البرامج لبعض القنوات حتى مش هقول مسميات لكن ما بيذكروش اسم النادي الاهلي ولا بيتكلموا يقول لك الخصم ال 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 لكن الشفافيه والثقه والامانه بتقتضي ان احنا لما بنناقش موضوع بنجيبه برمته كله. انا فعلا الخصم الوحيد او المنافس القوي للنادي الاهلي هو الزمالك مش هنقول بيراميدز ولا مع الاحترام لكل انديه الاقاليم اذا كانت مثلا او المحافظات اسماعيليه اتحاد مصري مع الاحترام الكامل ليهم لكن المنافس الوحيد طبعا للاهلي الزمالك والعكس صحيح. طالما انت بتتكلم بمنطقيه انت ما بتغلطش عمرك ما بتغلطش. انا بستغرب قوي يعني انا بستغرب جدا يا وندي يعني بيقولوا كلام غريب جدا فعلا. انت قلت كلمه حلوه دلوقتي سافيو الراجل قال عليه او الناس اللي قالت تناولت الموضوع دوت في كل مواقع السوشيال ميديا او 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 الاخ يعني الراجل ده مش هي صفقه مش كويسه الراجل ده ما ينفعش يبتدي الراجل ده ما ينفعش يشتغل الراجل ده لازم يقعد احتياطي الراجل ده صفقه فاشله طب يا جماعه انا في ايه طب خلوا رايكم إيه؟ بقى يعني هل لو كان من جنسيه ثانيه لو ما كانش برازيلي كان هيبقى الكلام اللي بيتقال عليه اول ما جه بالكثافه دي هو الوحيد البرازيلي يا كريم اللي جه في مصر من فتره وكان لي يعني هنقول شكل نوعا ما كان لعيب اللي بيلعب في بيراميدز مش فاكر اسمه ايه دلوقتي لكن هو ده الوحيد اللي كان يعتبر برازيلي حريف. سافيو لعيب حريف على فكره وزي ما بقول لك هو متوظف كويس قوي 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 بمعنى لو سافيو توظف في حته غير الحته اللي بيشتغل فيها دلوقتي الاريحيه في 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 بعض المديرين الفنيين بيقول لك انا مش محتاج هنا توظيف او محتاج مكان انت تبقى مستقر بيه انا محتاج في المكان دوت في المكان ده الثلاثه دول انتوا احرار مين في اليمين مين في الشمال مين في النص دي ما تفرقش كتير معايا لكن يفرق التوازن بين الطرفين مع الراجل اللي بيلعب مركز 10. طيب انا اسف جدا لمقاطعتك بس احنا لازم نطلع حالا فاصل خلينا نقف عند النقطه دي ونرجع نكمل كلامنا انطلاقا منها. اتفضل حديثنا لسه مستمر مع كابتن ضياء عبد الصمد وبنتكلم عن كل بقى الكواليس والنقاط المهمه اللي شفناها في ماتش السوبر طبعا الجمعه اللي فاتت وكمان ماتش الداخليه خلاص قدامنا يعني يمكن يومين ثلاثه يوم الاربعاء تحديدا فاكيد برضو عايزين نتكلم مع حضرتك فيها بس عشان نقفل السؤال اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل عن الصفقات الجديده وفي نفس الوقت الغيابات او الاصابات اللي كانت عندنا وعودتهم مره ثانيه سواء محمود متولي او اكرم توفيق والتالق بتاع اكرم تحديدا لو هنقف هنا والجول برضو كنت عايزه حضرتك ده التعليق على الجول بتاع سافيو لان البعض شايفه رائع جدا والبعض قال لك يا عم بقى ده عادي يعني كانت ضربه حظ برضو مش ممكن لا 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 يا حاجه يعني بص لو عملت ايه هتقدر انا شايفه بامانه هو جول كويس جدا جول رائع رؤية جدا ليه رؤيه هو هو هو, هو بص على عواد و طبعا وشوط ما بصش تاني لا ده قطم يعني. ما بصش تاني في دي طبعا. دي برده مش هيلاحظها يا كريم غير حد بتاع كوره يعني انه يعمل دي وبعدين يقطم وبعدين من غير ما يبص يعملها دايركت على طول دي هو شايف المرمى وشايف عواد واقف فين طبعا ومتوقع على فكره حته انه يقطع من الباص جاي غلط وكل حاجه لكن انه يتوقع الباص بالشكل ده
ويخش في المنطقه دي ويعدي واحده ويقطم الثانيه ويحطها مباشره، دي شكلها طبعا هو لعيب كويس في المكان ده. اللحظه اللي ركن فيها الكوره كمان كانت لحظه وقوف مدافع الزمالك قدام عواد، ده مفيش حد كبير عواد مش شايف. أيوة كمان ايوه ايوه لا لا يعني ذكاء مركب. هو طبعا يعني مش هقول بقى يعني هو لا هي خدمته، لان هي الكره كده، ما هو هي لازم طبعا مفيش جول هيجي من غير خطا. احلى من بعض اللقطه بتاعت برونو سافيو واللقطه بتاعت الاسيست بتاع طاهر. لا بص طاهر طاهر وعبد القادر انا بعتبر ان هم يعني بدايه بقى التقدم، بدايه التقدم الصح، او بدايه مش هقول عوده من عدم الثقه، لا بدايه ان هم خلاص بقت في اريحيه بالنسبه لهم، في ثقه ان هم هيلعبوا يعني. اكتشاف بالظبط، انا كلمه كويسه جدا، هي اعاده اكتشاف صحيحه جدا بالنسبه لهم. ده بالاضافه لان سافيو زي ما بقول لك، مع حته الروتيشن اللي بتحصل جوه الخط ده بالذات، انا عايزك تلاحظها دي يا كريم لما تيجي تتفرج على مباراه النادي الاهلي، الثلاثه بيتغيروا، ما تعرفش مين بيلعب وينج رايت وين وينج ليفت، مين بوزيشن بتاع 10 او مركز 10، ما تعرفش مين. على فكره حتى الكلام ده ينطبق حتى على كريم فؤاد، يعني مش تحس ان كريم فؤاد بقى وينج اكتر ما هو في الدفاع يعني. كان طب هقول لك حاجه، ما ده يعتبر اكتشاف، انت شايف كريم في المكان ده اكتشاف انه يكمل في الحته دي، انا متاكد انه واخد تعليمات، لان ممكن ياخد تعليمات ما تزيدش على ال 18 وتقف. لا انت على فكره الماتش لو كان كمل كمان خمس دقائق او كمان 10 دقائق، انا كنت متاكد الاهلي ممكن يزود السكور. ده مش امتهان او يقول لا، دي حاجه ان الكوره ماشيه مع الاهلي كويس قوي، اللعيبه فايقه، اللعيبه بتنفذ، كل واحد بيطلع اقصى طاقه عنده فنيه تكتيكيه ذهنيه في المباراه. انا شايف ان 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 الحاله دي ارجو يا كريم، وبخايف جدا جدا جدا، بعد كل بطوله وكل فوز كبير بيبقى فيه اخفاق قليل. اتمنى ان نفس المستوى اللي شفته في ماتش الاسماعيلي والماتشين بتوع الاتحاد الميستيري الاقيه، مش عايز اتكلم في اسوان، لان زي ما اقول لك ممكن هو بيفكر يزود المجموعه اللي عايز يعتمد عليها في ماتش اسوان، بيحس ان يبقى الاقي ماتش رسمي وماتش بثلاثه بونت ازود المجموعه دي. اتمنى ان في ماتش الداخليه الاقي اللي شفته في ماتش الاسماعيلي، اللي شفته في المباراتين بتوع الاتحاد الميستيري في تصفيات، اللي شفته في بعض فترات من ماتش اسوان، مش كل ماتش اسوان، اللي شفته في نادي الزمالك، لان طبيعي، ده طبيعي في الكوره. خدت بطوله كبيره، كسبت مباراه كبيره، عامل اداء كويس، شكل واداء ومتعه ومكسب، يحصل اخفاق خفيف، لان احنا كلاعيبه مصريه للاسف 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 الثالثه اهي متعودين وكفايه اسف كده، مش عايزين اسف تاني ان شاء الله، ما فيش اسف تاني باذن الله. بس انا اتمنى في ماتش الداخليه لو ربنا كرمنا وعملنا اداء كويس ونتيجه، انا بقول لك من دلوقتي اهو احنا ربنا يكرمنا هنمشي كويس جدا 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 بدايه من مباراه الداخليه اللي جايه ان شاء الله. طيب تعالى بقى مسيو، نروح كده على الدوري. حلوه مسيو دي، جميل جميل. احنا برنامج انترناشونال، برنامج عالمي. نرجع بقى كده للدوري ومباراه الداخليه ويوم الاربعاء باذن الله. يعني خلينا نبدا كده ونشوف فكره اصلا، ان زي ما احنا كنا بنتكلم الفريق يرجع، قال لك يلا على التدريب على طول، ما فيش وقت، فرحنا خلاص في الطياره نرجع بقى على التدريب، عندنا مباراه مهمه وبدايه المشوار، احنا لسه بدري، احنا لسه في البدايه طبعا، عندنا مباراه مهمه وعندنا يعني مشوار طويل كله صعب، مش هنقول في حاجه سهله ابدا. الداخليه يمكن مؤخرا برضو الاداء بتاعها اختلف بشكل كبير، انا بشوف ان معظم الفرق محليا عندنا فعلا تطور في الاداء رائع جدا، سيبك من الصفقات مش ده المقياس، بس في تطوير بيحصل. فخليني اروح لحضرتك ونقرا كده المشهد ازاي برضو بين ان شاء الله الاهلي والداخليه يوم الاربعاء. زي ما قلت الراجل ده فكر في حاجه كويسه جدا برضو، مش عارف الناس واخده بالها منها ولا لا. بدايه هو عامل اليوم الكامل للعيبه، يعني كان بيجيب اللعيبه من الساعه مثلا 8 الصبح او 8 الا ربع، وكان بيحدد التايمنج بالظبط، ويمشوا مثلا 8 بالليل 9 بالليل بعد التمرين، على النوم بالظبط، يعني عامل معسكر مفتوح، انا موجود، فطار غدا عشاء، فيديو تاكتكس بيشتغل عليه، الفه، انسجام بين اللعيبه وبين بعضها. صحيح. حتى اللعيبه اللي لسه داخله على النادي الاهلي او الخمسه سته اللي هم جم بقى في انسجام خلاص، ما فيش اساسي واحتياطي او ناس موجوده جديده او قديمه. ده بالاضافه للروح اللي اتعملت، وانا متاكد ان اللعيبه متقبله اللي بيعمله كله، ودي بتفرق زي ما بقول لك، يعني الحته اللي بيتكلم فيها الجهاز الفني او مستر كوره مع اللعيبه، اللعيبه متقبلاها. طريقه التمرين انا واثق ان هم فرحانين او مبسوطين بالشكل وبالطريقه بتاعه التدريب والنوعيه التدريب دي، هم مبسوطين ومقتنعين بيها جدا.
انا الشاهد عندي في الكلام دوت الاداء اللي بشوفه في الملعب. مباراه الداخليه اتمنى ان ما يتمش تغيير فيها الا في اقصى الحدود، يعني اذا كان عبد المنعم هيبقى بره اوكي لظروف معينه، يبقى البديل بتاعه اذا كان مثلا ياسر او هو هيشوف مين الاجهز ويتحط بنفس تشكيل مباراه الزمالك. التشكيل زي ما قلت لك كريم في الثلاث مباريات او الاربع مباريات ثابت، ما اتغيرش غير شريف وشادي، ولما ديانج اتعور السوليه لعب مكانه جنب حمدي، خلصت بقى التشكيل ثابت وفي انسجام بين اللعيبه وبين بعضها. وما حسيناش حتى بغياب اليو ديانج الى حد مش هتحس كبير. بيه لان هما الثلاثه بامانه الله كويسين جدا جنب بعض. طبعا اي اثنين بيلعبوا، اي اثنين بيلعبوا من الثلاثه دول انا بيبقى فيه مطمن. وفي نفس الوقت انا شايف ان انسب طريقه او انسب تشكيل للنادي الاهلي في الفتره دي هي دي 4-2-3-1، مع الوضع في الاعتبار ان الثلاثه اللي تحت الفيرويد سواء شادي او شريف ان الثلاثه دول بيتغيروا اماكنهم ومحدش عارف مين بيلعب فين. ولا هنعرفه ولا هتقولها ولا هتقول لهم ولا تقول لهم يا كريم بعد اذنك ده سر ولا حد يعرف حاجه خالص. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان فعلا واضحه جدا وهم حفظوا خلاص بداوا يحفظوا، واللي هيخش هيبقى في اضيق الحدود، هيبقى سهل جدا تسعه يشيلوا واحد يحفظ الواحد ده يحفظ نفس اللي كانوا بيشتغلوا عليه، لكن لو عملنا اكتر من كده انا على ما اعتقد ممكن تلاقي اللي اتعمل في ماتش اسوان ويحصل دروب، وانا اتمنى ان انا ما اشوفوش تماما في الماتش الداخلي. والله العظيم نورتنا يا كابتن زياد. والله ربنا يخليك بجد. والله العظيم كانت فقره جميله وحابه ان حضرتك كنت معانا بعد كمان مكسب كبير يعني وبطوله الحمد لله، وقلنا عليها وكان عندنا ثقه الحمد لله، قلنا يعني السوبر في الجزيره وقد كانت، وشفنا اداء وشفنا نتيجه حلوه مرضيه جدا سو فار. ان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي ونشوفك قريب باذن الله يا كابتن زياد. شكرا ليك، نورت الدنيا كلها، وان شاء الله نلتقي على خير في اقرب فرصه باذن الله. وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات، وبمجرد العوده من هذا الفاصل نهاوند هتكون مستضيفه دكتورة دينا أبو سعود وحوار يهم كتير جدا من حضراتكم. أشوفكم على خير إن شاء الله، خليكم معنا. هنفضل نقول نفس الكلام ونكرره كل مرة لأنه كلام مهم جدا. مرض السمنة مش مجرد بنتكلم مصدر قلق، بيأثر على المظهر الجمالي للشخص، يعني مش حاجة رفاهية بمعنى أصح، لكن عندك كمان مشكلة طبية للأسف الشديد وبيبقى ليها عوامل خطيرة جدا، وللأسف برضو الشديد الأمراض المزمنة اللي بتكون سببها في الأساس ممكن تكون السمنة، واللي لا قدر الله قد تصل القصة للوفاة. وقلنا كلام ده كتير وأكدنا على أن تاني مرض السمنة ده مرض العصر، وكل عصر للأسف الشديد، وناس بتستهون بيه، وناس بتقول لك لا أنا عايز أخس علشان يعني شكلي الجمالي، وناس تقول لك لا أنا عايز أخس عشان حياتي تبقى أحسن. ففي طرق مختلفة، ممكن تلجأ للجراحة، ممكن تلجأ لأسباب يعني أو أساليب تانية كتيرة، لكن ما بيكونش تأثيرها دائم إلى حد كبير أو مخاطرها بتكون كتيرة. من خلال الفقرات المختلفة الطبية اللي بنتكلم فيها بنحاول إن احنا نوصل حضراتكم أسهل الطرق، مع سهولة الطرق كمان أكثر الطرق يعني أمان في فكرة إن أنا أنقص أو أخس أو يعني أفقد وزن وفي نفس الوقت ما زدتش مرة تانية وما يحصليش بقى مضاعفات. هو ده الشيء الأولاني والأخير زي ما بتقال اللي احنا بنركز عليه جدا من خلال الفقرة الطبية اللي معانا، اللي بتكون منورانا بالمناسبة برضو فيها دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز. هنتكلم في كل ده، وهنتكلم كمان عن النهاردة الألياف الطبيعية وإزاي ممكن تساعد في فكرة هنا فقدان الوزن. صباح الفل طبعا. صباح الخير يا قمرة. ومن خلال المقدمة بتاعتي كده لو نأكد شوية على بعض معلومات للأسف الشديد، لأن تاني نرجع نقول ثقافة كل مجتمع بتختلف. أنا عايز أخس بسرعة وعايز أفقد وزن من غير ما أعمل مجهود، وفي نفس الوقت إيه بأسهل الطرق دي بقى هنحلها إزاي؟ شفتي بقى الموضوع؟ إن أنا أعرف أخس من غير حرمان دي حاجة صعبة جدا 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 طبعاً. فعلا. وإحنا ثقافتنا كمصريين بنموت في الأكل، خارجين هنشوف هناكل ايه، ما ينفعش نخرج نشرب حاجه، لا احنا هنخرج على يعني الاكل، يعني مع الشرب ناخد حاجه برضو مش غلط يعني. لما اتكلمتي على موضوع الالياف مهمه جدا 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 يا نهاوند في انقاص الوزن جدا. ليه الالياف مهمه في انقاص الوزن؟ لان الالياف بتشتغل على كذا حاجه. اولا الالياف لو شربت معاها ميه كتير بتنفش في المعده، فبتعمل لي كبح للشهيه، بتقلل لي الشهيه جدا. كويس. دي حاجه. تاني حاجة الألياف بتساعد كمان على إفراز هرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع، فلما باكل في أكلي في ألياف كتير هقعد فترة طويلة شهيتي مقفولة ومش حاسة إن أنا
جعانه. دي بتتراوح من تقريبا 4 ساعات لـ8 بالظبط، ودي حاجه كويسه طبعًا. جدا جدا طبعًا. جدا الالياف بتساعد لي على ضبط مستوى السكر في الدم. خلي بالك الناس اللي بتاكل عيش ومكرونه كتير بيجوع بسرعه قوي. ناس كتير مش عارفه كده، الكاربز يعني الكربوهيدرات والعيش الابيض لو اكلته بعديها بساعتين بلاقي نفسي جعانه. الكربوهيدرات والعيش مصدر للطاقه بس بيعمل لي مشكله في مقاومه الانسولين، ما ينفعش ناكل منها كتير جدا لان لو اكلت منها بكميات كبيره بعد ساعتين هرمون الانسولين هيعلى قوي، هيحصل لي هبوط جامد قوي في السكر والاقي نفسي ايه بعد ساعتين انا عايزه اكل تاني، لازم صح اكل تاني صح. فالالياف مهمه جدا جدا لكبح الشهيه ولظبط مستوى السكر والانسولين في الدم. وكمان الالياف انا عندي نوعين من الالياف، القابله للذوبان في الماء والغير قابله للذوبان في الماء. الغير قابله للذوبان في الماء زي القمح بتاخد فتره طويله في عمليه الهضم، فبلاقي نفسي فتره طويله انا مش جعانه. القمح طب ما ده في العيش. العيش بس العيش فيه كربوهيدرات، ما هو عشان كده جاي اتكلم معاكي على منتج يعني الشوفان. خلي بالك الشوفان كمان من الالياف القويه جدا وغير الخضار والسلطه، بس ممكن يخسس وممكن يتخن حسب انت بتحط ايه معاه او مكونات ايه بالظبط. طيب ازاي اقدر اخس بطريقه امنه ومنتج في الالياف؟ وخلي بالك الالياف كمان مصدر قوي جدا للطاقه. اي حد بياخد الياف بيقدر يلعب رياضه، ده مهم قوي. طيب ايه المنتج الامن اللي جاي اتكلم عنه المرخص من وزاره الصحه المصريه اللي داخله الياف وكمان فيتامين سي؟ لان فيتامين سي مهم جدا للطاقه والمناعه والحرق الدهون، وخلي بالك الالياف كمان بتقدر تحرق الدهون المخزنه، فالالياف مهمه جدا لانقاذ الوزن بدون حرمان. طيب ايه المنتج اللي يقدر ينقذ لي في الوزن بدون حرمان ومرخص من وزاره الصحه المصريه وامن حتى مع اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن؟ هو بيستا. الشركه المنتجه هي بايو ناتشرالز، انتجت بيستا اللي مكون من الياف طبيعيه زي قشور السيليوم. قشور السيليوم الياف مهمه قوي، زي رده القمح، زي الشوفان. طبعا انا شايفه على الشاشه ده الكورس اللي بتقدمه شركه بايو ناتشرالز من بيستا من مالتي فيتامين الهايل الفا مالتي فيت، هتكلم عنه برضو يا نهوان. هنجي لهم طبعا بالظبط. والقهوه الخضراء برضو موجوده في الكورس. ازاي نقدر نحصل على الكورس؟ مهم قوي اقول ان طبعا بيستا موجود والفا مالتي فيت موجود في الصيدليات. في الصيدليات لو حد عايز يروح على طول، وفي نفس الوقت لو عايز ديليفري برضو في ديليفري لكل انحاء مصر. لكن الفكره ان انا بتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه عشان عندنا اخصائيين علاجيين بيتابعوا مرضى السمنه، ومهم قوي 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 معاهم المتابعه والدعم النفسي طبعا والدعم المعنوي. حاجه الدعم النفسي ده عمليه فقدان الوزن دي اكتر مرحله بيبقى فيها بني ادم هرموناته بايظه وموده مش حلو، ويعني قد تصل الى حد ما مش مع كل طبعا للاكتئاب. طبعا حاجة طبعا معروفة يعني. طبعا اكيد اكيد. الكورس عباره عن بيستا. حد يقول لي طيب ولازم اخد بقى الالبا مالتي فيت؟ اكيد لازم الالبا مالتي فيت مع الكورس. اوكي هنتكلم بقى في تفاصيل كمان المعادله ما بين هنا وهنا، بس خلينا نكمل موضوع بيستا لان دلوقتي ممكن البعض برضو يرجع ويتكلم في نقطه طب وانا اضمن منين ان انا مع بيستا هنزل الوزن المثالي في نفس الوقت لو انا عايزه اخس 3-4 كيلو؟ احنا هنتكلم اصلنا عن كل الاوزان، مش هنقول بس الناس الاوبيس مثلا اللي عايز يخس اللي هو فوق 100 كيلو وكده، لا انا بتكلم من اللي عايز يخس 3 كيلو لغايه اللي عايز يخس او 1 كيلو او 2، ده مش قصه بقى يعني ارجوك لا 1 كيلو او 2 ننزل نمشي شويه في التراك خلصنا هنبدا من 3 مثلا لما فوق. فنبتدي هنا نركز بقى على بيستا، هل الدوز بتختلف من 3 كيلو ل 50 كيلو فقدان وزن؟ هل الفكره الاستمراريه كمده ديوريشن كمده بتختلف؟ يعني خلينا نعرف برضو تفاصيل اكتر عشان الناس يبقى كده ردينا على كل الاوزان او كل الاستفسارات. الكورس طبعا بيختلف من بني ادم للتاني، بيختلف من ست الراجل لان خلي بالك الراجل بيحرق اسرع من الست بكتير لان الكتله العضليه بتاعت الرجاله اعلى من الستات، احنا عندنا دهون اكتر. فالكورس ايه ده احنا عندنا دهون اكتر؟ طبعا احنا القوه العضليه عندنا مش زي الراجل، فالراجل لما بيجي يفكر يخس بيخس اسرع من الست. والعمر معايا بيفرق، كل ما بكبر في السن الميتابوليزم والتمثيل الغذائي بتاعي
والحرق بتاعي أوكي. بيقل. بيستا بيساعد جدا على عملية التمثيل الغذائي مع ألبا مالتي فيل. الدوز هتتاخد ازاي مش انا اللي بحددها، الدكاترة اللي موجودين في الشركة هنتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهرة على الشاشة، عندنا اخصائيين علاجين هم اللي بيحددوا الدوز. التلاتة كيلو دي سهلة، يعني ممكن ياخد ساشت واحد في اليوم ومش هيكمل معاه، يعني تلاتة كيلو ده مش هيكمل، اقل بكتير. الاوزان الكبيرة بتاخد فترة اطول. وانا بقول تلاتة لان انا عايز اخس تلاتة بصراحة، انا قلت احط نفسي ضمن الفئة لا دي. لا انت نهاوندا امشي امشي في التراك كده ربع ساعة هتلاقيه هتلاقيه خسيتي على طول. بتمرن وجوع فاقوم واكله فبوظ اللي انا عملته. ما دي برضو كيس، يعني مش احنا بنقعد انا اسئله مشاهدين عايزه اروح للنقطه. طيب اقول لك على حاجه على موضوع التمرين، اللي بيتمرن جامد قوي بيجوع جامد قوي. والله مش انا بتمرن ساعه وربع، بتمرن عادي بس بحس ان انا بعد التمرين بجوع جدا، ببقى عايزه اكل. طبعا طبعا يعني اكيد كيس، يعني ناس كتيره زي ده. مهم ان بعد التمرين لو حسيت ان انا جعانه قوي باخد ساشه واحده من بيستا، عشان ما يعني okay. ايه الفكره ان انا اخلص الجيم والاقي نفسي باستات وبرجرات وسوسيسات ما عملتش حاجه، ما اقعد اريح احسن ما عملتش حاجه ليه يا جماعه بالظبط. فبدل ما الاقي نفسي بقى ايه مدياها جامد قوي، باخد الساشت بتاعتي على نهايه التمرين كده مثلا. يعني اللي هو خلاص بخلص التمرين بس اخدها قبليها قبل الاكل نص ساعه، هروح البيت بقى هلاقي نفسي السلطه بتاعتي، الالياف الحلوه، البروتين بتاعي، وشويه رز كده مهمين برضو أوكي. وخلاص على كده معدتك خلاص هتبقى اصلا رافضه اكل اكتر، يعني لان بيستا بيعمل ده. بيستا الالياف اللي فيه، ليه بنقول بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه؟ لان الالياف اللي فيه طبعا على كوبايه ميه كبيره مهمه قوي، لان بتعمل ماده هلاميه او بتنفش بالظبط. فبتلاقي المعده بدل ما كانت قد كده الاكل بيخش في حته قد كده، الاكل هيخش في حته قد كويس. كده كويس كده. فدي دي 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 معادله كويسه قوي اتعملت، وان انا اقدر اخس من غير حرمان، لان احنا كمصريين زي ما قلت لك بنعشق. ما حدش يحرمنا يا جماعه. ايوه الا الاكل. احنا عايزين الحاجه السهله. قولوا لنا على الحاجه السهله، بقول لكم اهو دلوقتي على الحاجه السهله. كده احنا بنتكلم في بيستا من اسهل وامن الطرق لفقدان الوزن، مهما كان وزن حضرتك او رجل او امراه او عمر صغير او عمر كبير. دي نقطه. طيب النقطه الثانيه برضو المهمه اللي اتكلم فيها، انا دلوقتي بخس بطريقه امنه او لا؟ اكيد في نقص بيحصل في فيتامينز معينه كان مصدرها كم الاكل الكبير اللي انا باكله، فبالتالي جسمي بيصبح ان هو محتاج لمكملات غذائيه تعوض لي الفيتامينز عشان يحصل بالانس في الجسم. مع بقى هنا بيستا بتنصحينا بألب مالتي فيت اللي هو المكمل الغذائي اللي هنتكلم بقى بتفاصيل اكتر معاه. ألب مالتي فيت مالتي فيتامينز مهمه قوي للناس اللي عايزه تخس، وكمان الناس اللي مش عايزه تخس. اوكي. ألب مالتي فيت لو هتكلم ليه مهم مع انقاص الوزن، لان انا لما بقلل اكل بقلل كميه المعادن والفيتامينات المهمه قوي 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 قوي. طيب عايزه اخس ووشي ما يتاثرش، بشرتي ما تتاثرش، ما احسش بتعب، ما احسش بخمول، شعري ما يقعش، ضوافري ما تتكسرش، احس ان انا عندي نشاط واحس ان مودي كويس، بألب مالتي فيت، لان مهم ليه جدا وقتها، لانه دخله فيتامين بي كومبلكس المركب كلها من الكوبالامين المهم، من الفوليك اسيد المهم، من الرايبوفلافين، البانتوثينك، كل العيله موجوده، بلس انه دخله الكالسيوم. الكالسيوم مهم قوي يا جماعه، الكالسيوم مهم وللستات جدا، مهم لعضله القلب، مهم للعظم، مهم مهم للمود العام. خلي بالك الكالسيوم لما بيقع بيحصل تاكي كارديا، دي يعني لازم الستات تركز في الموضوع ده، ان ضربات القلب السريعه بتبقى نتيجه احيانا نقص الكالسيوم، فالكالسيوم مهم قوي. قلب مالتي فيت دخله كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام، نسبه كويسه وبسيطه ان انا امشي بيه على اللونج تيرن، ما وقفش قلب مالتي فيت. عندي ايه كمان داخل قلب مالتي فيت؟ الزنك. الزنك داعم جدا للمناعه، داعم للشعر، داعم لكل الانزيمات بتاعه الجسم، وداعم للعمليات الحيويه، وداخله فيتامين سي. فيتامين سي يعني نضاره بشره، لانه بيحفز لي على انتاج الكولاجين، يعني يساعد على امتصاص الحديد. طبعا مهم قوي 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 تشيك اب الحديد كل 6 شهور، مهم جدا، ومش بس الهيموجلوبين، مخزون الحديد مهم جدا، لان معظمنا بيبقى عنده نقص في مخزون الحديد. فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد، لان الحديد معدن مركب بيبقى صعب شويه امتصاصه. يبقى ألب مالتي فيت اولا مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ثانيا موجود في الصيدليات. اللي عايز ياخد الكورس على بعضه الاسهل ان انا اخده من الصيدليه، بقدر اتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، عندنا اخصائيين علاجيين بيقدروا يباشروا الحاله. اللي مش عايز يخس بيعمل اوردر بألب مالتي فيت فقط. اوكي.
حلو جدا برضو النقطة دي. احنا بنتكلم ألبا مالتي فيت مكمل غذائي للي عايز يخس وأكيد اللي مش عايز يخس. طيب بحب دايما ان احنا نروح للكيسز اللي معانا نسمع الناس بنفسها بتقول ازاي من تجربتها ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي إبراهيم محمد إمام، عندي 27 سنة، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش عارف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. طب ده كان إبراهيم، وسمعنا إبراهيم بنفسه. وتاني هرجع وأقول أنا بحب جدا لما حد بيخس وبعد كده يقول لك حياتي اختلفت، وطبعا تبقى اختلفت للأحسن في كل الحالات. يعني البني آدم بجد شكله بيفرق، صحته بتفرق، النفسية بتفرق، الأداء بتاعه بيفرق، إنتاجيته في الحياة بتفرق، نظرته للحياة بتفرق. على فكرة ناس كتير جدا، يعني خليني أقول لحضرتك، كان عندهم، وده يعني ده بكلامهم مش بكلامنا احنا، عندهم صعوبة في فكرة الزواج لأن هم جسمهم في زيادة في الوزن يعني مبالغ فيها. لما بتخس بتعيشها طبيعية برضو في الأول وفي الآخر. فالموضوع تاني بنأكد عليه، هو مش شيء جمالي، هو أمر لابد منه، لازم نحافظ على يعني جسمنا وعلى وزننا وفي نفس الوقت على صحتنا، هي كلها حاجة مرتبطة ببعض. طيب من أسئلة المشاهدين اللي بتتبعت على السوشيال ميديا خلينا نبدأ، كلها مرتبطة بالكلام اللي احنا دلوقتي كنا بنقوله. سعاد بسيوني بتقول أنا عندي 34 سنة، مشكلتي إن الدهون متراكمة عندي في منطقة البطن، إيه الحل؟ هو يوجولي منطقة البطن الدهون دي بتبقى عند الرجالة بس، يعني لا وستات كتير طبعا، ستات عندها مليان كي. مليان. وخلي بالك الفيسر الفاتس او دهون الاحشاء دي اخطر دهون، ما تخوفنيش زي اللي موجودين في الرجل او في الدراع. لان دهون البطن هي الاحشاء دي اللي واخده البنكرياس وواخده الكبد وواخده المعده، لازم ما يبقاش عليها دهون. لازم بنصحها طبعا جدا بكورس بيستا، هتاخد بيستا مع ألبا مالتي فيت، وتتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه. عندنا القهوه الخضراء، وعندنا الشركه دلوقتي كمان بتطلع فيتامين د الهديه. والأخصائيين العلاجيين هم اللي هيتابعوا الحالة كل أسبوع بالمجان كمان، وهتقدر تخس وهتعيش حياتها وهتلاقي نفسها مبسوطة والمود بتاعها هيختلف وإنتاجها بالزبط. عارفة يا نهواند لما قلتي لي إن في ناس مش عارفة تتجوز من التخن، بتلاقي بنات لما بتيجي تتجوز وهي تخينة جدا بتقعد سنة وسنتين وثلاثة مش عارفة تخلف. خلي بالك تأخر الحمل لأن بيحصل تكيسات في الموبايل، فلازم تخس عشان تعرف تخلف، ده مهم جدا 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 يعني. نقطة مهمة. وبعدين أنا تاني هرجع أقول إن أنا يبقى عندي أوبشن إن أنا أخس بطريقة آمنة وصحية، على إن أنا بقى ما بحبش عمليات. يعني أنا في أصدقاء لي على فكرة عملوا عمليات، العمليات مشكلتها إن أنت جسمك بيبقى بشع بعد كده، يعني لازم يحصل له شد تونينج بشكل يعني بيبقى الجلد مترهل. يعني أنا عندي خليكوا تخان أحسن، يعني أنا ما بحبش بصراحة، ده رأيي الشخصي طبعا، أو أنا حميل للرأي الطبي ده، لأن في برضو رأي طبي أو في أطباء ما بيحبوش قوي العمليات، بيحبوا أحسن الدايت اللي هو بيبقى بشكل سليم يعني. طيب علي محمود، أنا 117 كيلو ما شاء الله، عندي فتاء سري والدكاترة قالوا لي لازم تخس، فهل الكورس ممكن يضرني؟ إطلاقا الكورس مش هيضره اطلاقا، بالعكس هو هيستفاد منه جدا. لان برجع اقول شركه بايوناتشرالز من اهدافها ان منتجاتها تبقى مصرحه سواء من وزاره الصحه المصريه سواء من هيئه سلامه الغذاء، الالياف اللي فيه طبيعيه، الكروميوم، بالعكس هيتبسط جدا وهيتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه وهيجرب الكورس، ومن اول اسبوع هيلاقي نفسه خس هيكمل، فدي حاجه حلوه قوي. لا طبعا بدعم له جدا كورس بيستا. وكمان الواحد مفروض يخس بعقل، يعني في ناس بعد ما بتخس بتوصل لمرحلة، ولاد وبنات على فكرة حتى الناس نعرفهم، خلاص بقى كفاية تقول له يعني شكلك بقى وحش، يعني الوش ابتدى يعني احنا نخس بس نخس بذكاء، ما تبقاش بقى يعني اوفر، ده برضه مش كويس. صح عندك حق جدا يا نهواند. وفي ناس عايزة تخس بطريقه ان هم يخسوا 7 كيلو في الأسبوع، ما حدش يخس لا 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 لا. مره واحده خلي بالك ده يعني. مش اب نورمال ومش حلو على الكبد، مش حلو ان انا اروح نازله مره واحده،
بالعكس، بعدين انا بقالي سنين تخينه يعني، او بقالي سنين تخين ما جاتش على الشهر الاقدر اخس بيه بصبر وبحكمه. صح. بتلاقي ناس بيمنعوا الاكل تماما ومفيش سعرات حراريه، دي كارثه يا جماعه. نروح بقى لاخر سؤال للسوشيال ميديا، بيقول ابني كان رفيع جدا وبعدين بدات اديله فاتح للشهيه فوزنه زاد جدا وبعدين وقفت العلاج اللي بديه له وبرده مش بينزل خالص، مشكله دي، فبتسال ايه الحل؟ تتكلم عن طريق شركة بايوناتشرز، الأرقام هتظهر على الشاشة. هتجرب معنا منتج أو كورس بيستا، هو آمن وبيستخدم من سن 13 سنة، وهتلاقي أنه بيخس. ومهم أن في اللانش بوكس بتاع المدرسة ما يبقاش فيه كمية كربوهيدرات وحلويات كتير، تغيرها بألياف، بمكسرات، بفاكهة، ببروتين. مهم قوي قصة اللانش بوكس على فكرة بوكس. الواحد لما بيجوع، أنا من الناس على فكرة اللي على طول جعانة يعني، والله يعني، بس لو يعني صدقوني ولادي، نصيحة الناس اللي بتجوع كتير زي يعني، أو الحالات اللي كده، إحنا لو أكلنا بدائل للحاجات اللي بتتخن على فكرة هنبقى مبسوطين وعادي يعني. بس أنا بدل ما أكل شوكولاتاية ممكن أجيب اللي هو اللوز الني. صح. ده موجود في أماكن كتير يعني، في حاجات بديلة لحاجات لو بتنزل بس شغلك حطها معاك. صح. هتلاقي نفسك بدل ما تجيب ساندوتش معاك تاكله، على فكرة السلطة مع حتة جبنة قريش أنا بعمل كده، وفراخ مشوية أو قطع فراخ مشوية تعملها من تبقى جميلة، بتعوضك تماما عن مثلا ساندوتش همبرجر أو غيره. ده هيشبعك وده هيشبعك، بس ده هيتخنك وده مش هيتخنك. وحاجة يعني هون، ده هيشبعك ومش هتحس إنك جعان بعد فترة. البرجرات والحاجات هتشبع وبعديها بساعتين عايز آكل. فكل حاجة ليها بديلة. صح. بس الموضوع يبدأ بقرار وبعد القرار تطبيق، هي دي النقطة اللي بنحاول أكيد من خلال الفقرات التبية المختلفة إن احنا نقدمها لحضراتكم. دكتور دينا الوقت خلص، بس حبيبتي نورتينا ونستفيد كالعادة. حبيبة قلبي تسلمي. نشوفك إن شاء الله في حلقة أخرى. وأشكر حضراتكم أكيد على متابعتي أنا وكريم لحلقة النهاردة، وتاني هرجع أقول صباح النصر ومساء النصر بقى مرة كمان، وإن شاء الله كل أيامنا اللي جاية مع النادي الأهلي تكون نصر. مع السلامة.